مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني ومشرفيني دايما، واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. معانا اخبار كتير جدا ما شاء الله، فريق الاعداد محضر لي يعني ما شاء الله اخبار كتير جدا هنحاول نقولها لحضراتكم بقدر الامكان قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي عشان نتكلم معاه في كل التفاصيل اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الايام القليله الماضيه. عايز ابارك لكم على ماتش السوبر، وعايز ابارك لكم على اول ماتش في الدوري ما كسبناه، ما كنتش معاكم في الايام اللي فاتت يعني ما شاء الله ما شاء الله. سبتكم الخميس الجمعه خدنا كاس سوبر، الاثنين كسبنا اول 3 نقاط في الدوري قبل كده يعني ما شاء الله الدنيا. النادي الاهلي تسيبه يوم تيجي تاني يوم تلاقيه واخد بطوله، تنام وتصحى تلاقي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يعني يديمها علينا نعمه وعلى كل مشجعي النادي الاهلي في كل مكان وعلى الكيان الكبير النادي الاهلي. الف الف مبروك بطوله السوبر الغاليه جدا، كان شوط من امتع الاشواط او 60 دقيقه من امتع 60 دقيقه شفتهم انا شخصيا من يوم ما اتولدت للنادي الاهلي. كانت حاجه كل حاجه في الكوره بصراحه شفناها في الشوط الاول في اول دقائق الشوط الثاني، أداء ونتيجة وضربتين جزاء إحنا جبناهم في نفسنا يعني دخلنا الفريق المنافس في الجيم. كان ماتش تحفة للي اتفرج عليه وأقنعنا الراجل الحمد لله. كمان 3 نقاط غالية جدا جدا في أول مباراة، مباراة سموحة، مباراة كبيرة جدا مع مدرب عنيد بحجم حسام حسن مع إبراهيم حسن، يعني جهاز كله عند وجهاز كله خبرات وجهاز كله كفاءات فنية، ونادي سموحة فريق كبير كمان ان انت تعمل معاه برضو مباراة فنيا انا شايف ان كان فيها فنيات كبيرة جدا. فايلر غير كتير قوي في شكل النادي الاهلي، ممكن لسه احنا كمشاهدين او متفرجين ما شفناش قوي، لكن هنشوف في الماتشات اللي جاية. انا اول مرة اقول لكم انا ممكن اراهنكم كمان شخصيا ان الراجل ده يعمل شكل تاني النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى في حاجة صعبة قوي انت تعملها في ايام قليله، ان انت تدافع بالفريق كله وان انت تهاجم بالفريق كله وان انت تصحح بعض المراكز، تصحح بعض ارتكازات اللاعبين. رمضان صبحي شفناه بيهاجم، شفناه بيخترق من العمق، مع ان رمضان كان صعب جدا ان هو يخترق من العمق، شفناه جاب هدف اختراق من العمق مع توسعه من الفرود اللي كان مروان، ربنا يقومه بالسلامه ويرجع احسن مكان يعني الحمد لله. مروان محسن الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يرجع احسن من الاول، عامل فراغ في ظهره كبير جدا مساحات عشان يروح فيها رمضان او جيراودو كان ايا كان بقى الاطراف مين او ايا حد من الديفندرات ايا كان او قفش حتى، لكن في شكل جديد للناس اللي هي متعمقه قوي في الكوره. ان شاء الله نشوف كل الكلام ده في المباريات اللي جايه باذن الله. كمان الحاله الدفاعيه النادي الاهلي، النادي الاهلي بقى بيدافع بمجموعات دفاعيه بيهاجم بمجموعات هجوميه، شكل جديد للنادي الاهلي ان شاء الله يكون يعني رهان ان شاء الله مع حضراتكم هكسبه باذن الله. تعال اقول لكم الاخبار علشان اخبارنا كتير، نشوف كمان الدنيا اللي مقلوبه على صلاح وازاي ما اخترناش صلاح احنا، وازاي الصحفي دانيال اختار ساديو ماني وازاي طلع صرح. هنشوف الكلام ده ممكن يهم الناس عايشين حاله احترافيه ان هو بيختار اللي هو شايفه من وجهه نظره، هنشوف الكلام ده الدنيا اتكلمت عليه ازاي. هنشوف كمان عمرو الجنايني او الدكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي كان على اتصال بمحمد صلاح وقال ان هو مش هيسيب حد اخطا في الموضوع. هنشوف الاحداث ايه اللي هيحصل فيها. كمان صلاح كان عامل حوار هنتكلم على كل الحاجات دي بالتفصيل، انتقد فيه الاداره لاتحاد الكره المصري، هنتكلم برضه عن الحاجات دي بالتفصيل. تعالوا الاول اطمنكم على الاهلي، هيواجه كانو سبورت خلاص في برج العرب ان شاء الله. النادي الاهلي تلقى خطاب رسمي اليوم الاربعاء يفيد اقامه مباراه الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائي المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب باذن الله. ايا كان الملعب بقى خلاص كنا نلعب على استاد السلام احسن لنا احنا كجماهير الاهلي، لكن ماشي ان شاء الله. النادي الاهلي المباراه مش معنى ان احنا كسبنا 2-0 وكان في اريحيه المباراة، ممكن الناس تفتكر ان النادي الاهلي، انتوا عارفين النادي الاهلي دايما بيبقى نازل لكل اللقاءات حتى لو كسبان 6 أو 7 او ايا كان الرقم كام، بينزل بعد كده المباراة بيبقى عايز يكسب تاني اكتر واكتر. ان شاء الله تكون برضو مباراة نتمتع فيها فنيا زي اللي بيحصل في المباريات اللي فاتت بصراحة. النجم وليد ازارو بينتظم في مران الاهلي، وليد ازارو عليه علامه استفهام كتير جدا، كل الدعم لوليد ازارو، انا عن نفسي بحب وليد ازارو جدا، دايما بقول المهاجم اللي بيضيع هيجيب وهيجيب ان شاء الله الدنيا تمشي معاه. شفناه وليد ازارو الموسم اللي فات
كان بادئ برضو كده، لكن لما الدنيا مشت معاه بقى هداف النادي الاهلي، وكان بيجيب اهداف كتير جدا في كل البطولات. ان شاء الله يرجع ولد ازارو اللي احنا عارفينه، ان شاء الله يستغل كل الفرص اللي بتجيله، مع ان هو اللي بيحط نفسه في الفرص دي. وليد ازارو كمان كان اصابته كبيره جدا، اصابه الرباط الداخلي يا جماعه، ما مش عايز اقول ان هي ممكن تبقى شكل الرباط الصليبي. الرباط الداخلي صعب جدا جدا، لما بتتصاب في رباط داخلي بتاخد وقت، تبقى نازل خايف ومرعوب، تبقى حتى مش عارف تعمل باص بطن رجلك، فبياخد وقت. الحمد لله وتعافى وخلاص، في انتظم بالفعل في مران النادي الاهلي. معاه كمان نجم كبير جدا، محمد محمود اللي كلنا بنستناه، محمد محمود المنتقل من وادي دجله، نجم كبير جدا، كان برضو اصيب بلعنه الرباط الصليبي، لكن رجع الحمد لله للتمرين تاني. معاهم كمان نجم كبير جدا سعد سمير، الحمد لله بنكتمل صفوفنا لغايه لما يرجع لنا مروان، ونقول يعني يا رب نفضل شويه كده من غير اصابات. ممكن بيحصل لك اصابات، لكن عندنا اصابات بتبقى بتاخد وقت طويل. ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، ان شاء الله ما يبقاش في اصابات بالحجم ده تاني. سعد سمير وازارو ومحمد محمود شاركوا في المران الجماعي الفريق النهارده، وكمان هم كان ليهم مران بعد كده اكتر شويه علشان يعني يدخلوا في الحاله الفنيه والبدنيه المطلوبه. كان في تقسيمه قويه جدا في مران الاهلي النهارده، وفايلر كان بيوقف التقسيمه عشان يصحح الاخطاء. قلت لكم ان فايلر حاطط رجله في الملعب على طول، دماغه مع اللعيبه على طول، دايما بيصحح اخطاء، وده مطلوب مهما كان الفريق، برشلونه، ريال مدريد، اي فريق كبير جدا، لازم المدرب دايما يوقف اللعب ويصحح اخطاء اللاعبين حسب ما هو شايف التمركز والاوضاع الدفاعيه، الاوضاع الهجوميه، الحالات الفرديه، الواحد ضد واحد، المجموعات الدفاعيه، المجموعات الهجوميه، ايا كان الشكل لازم يوقف كتير ويصحح كتير جدا، ده المدرب الشاطر. كان في فقره بدنيه في الاول، مش هنقول مطوله لان النهارده يوم الاربع خلاص والماتش السبت، فقره بدنيه خدت الهدف المرجو منها. بعد كده كان في تقسيمه اللي انا بكلم حضراتكم عليها، واللي فايلر وقفها كتير جدا لتصويب الاخطاء، كمان اكد على سرعه نقل الكرات. قلت لكم كمان ان ازارو وسعد سمير محمد محمود شاركوا في المران، الف سلامه وان شاء الله يبقى رجوع مبشر باذن الله. كمان حراس النادي الاهلي شريف اكرامي، الشناوي، على لطفي، واحمد طارق، ومعاهم كمان مصطفى شوبير اللي كل الناس اثنت على ادائه في مباراه الاهلي والزمالك في ميت عقبه، واللي الزمالك خسر 3 اهداف على ارضه، كان لمصطفى شوبير دور كبير قوي في هذه المباراه. طيب يلا طمنكم كالعاده على مران فريق من خلال زميلي العزيز المتالق دائما شريف شعبان. مساء الفل عليك يا شريف. مساء عليك يا كابتن، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشجعي قناه النادي الاهلي، وحشنا يا كابتن. ايه الاخبار؟ طمنا على المران، يعني وصف لنا بقى المران كالعاده، بنشوف المران من كلامك. خليني اقول لك يا كابتن ان الاهلي بعد اجازه لمده 24 ساعه استعدنا طبعا لمباراه كام سبورت، بطل فريق غينيا، بطل دوله غينيا، يوم السبت باذن الله في برج العرب. اتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي، ويكون الفوز من حليف النادي الاهلي. يمكن كان التصفيق هو اللي اصطف لاعبي النادي الاهلي من اعضاء النادي الاهلي، التصفيق والهتافات للاعبي النادي الاهلي، هم ابطال السوبر، هم افريقيا يا اهلي. يمكن لقد قبول كبير من لاعبي النادي الاهلي وتفاعلوا مع اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا حاضره ومتابعه التمرين. خليني اقول لك ان بعد الهتافات كان في محاضره لمستر فايلر مع اللاعبين حوالي 5 دقائق، اتكلم فيها عن اهميه اللقاء كان سبورت، عن التركيز في هذا اللقاء، التركيز فقط في افريقيا وعدم الالتفات الى المعترك المحلي، افريقيا ثم افريقيا، لازم نفنش المباراه بشكل كويس، لازم يكون ادائنا في شكل كويس، لازم نجيب هدف بدري. فريق ثاني مش هيبقى فريق سهل زي الوجهه الاولى، فريق كان بيلعب في ملعبه مضغوط في وسط جماهيره، الوضع اختلف، فاتفرج على لعيبه النادي الاهلي، فرحبه النادي الاهلي راحت عندهم، فلازم النادي الاهلي ما يستهترش بالخصم، ويبدا الجيم من اول دقيقه يبحث عن احراز الهدف الاول وتصعيد المباراه على فريق كانو سبورت. يمكن بعد هذه المحاضره اشتغل باقي الجهاز مع مستر فايلر على الترتيبات البدنيه. الخبر المفرح كان نزول ازارو، كان نزول محمد محمود، كان نزول سعد سمير الى التمرينات، ايضا ياسر ابراهيم شارك في التمرينات. يمكن التمرينه قويه جدا، تدريبات بدنيه ثم دوائر في الكره ثم اختتمها مستر فايلر بتقسيمه. يمكن خليني اقول لك ان ازارو يمكن شارك في اخر جزء من التقسيمه، ولكن محمد محمود وسعد سمير اختفوا طوال التمرين. هم طبعا التمرين حوالي كان حوالي ساعه ونص او ساعه 35 دقيقه بالتحديد، يمكن اكتفوا طوال التمرين مع اللاعبين اللي قدموا مباراه
الطموحه الاخيره، ويمكن قدم محمد تمرين بالكامل، ولكن طبعا حمل تكليف بالنسبه لهم كان اخف او كان اقل من المجموعه اللي اخذت حمل عالي النهارده. خليني اقول لك كمان على الجانب الاخر ان حراسه المرمى الشناوي اكرامي علي لطفي مصطفى شوبير الواعد الصاعد احمد طارق الواعد الصاعد خمس حراس يمكن تمرينه ولا اروع ولا اقوى، تمرينه قويه جدا مع مدرب الحراس تالق فيها الخمس حراس خمس حراس كتير جدا في التمرين، ولكن يمكن عز النادي الاهلي لصناعه اجيال دي حراس مرمى للنادي الاهلي وبالتالي تصدير حراس مرمى للمنتخبات. كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن نسالي موضوع طلب النادي الاهلي نقل مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون بعد مباراه كام سبورت الى برج العرب، الراجل نفى الكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص، احنا باذن الله هنلعب مباراه كام سبورت في برج العرب يوم السبت وهنرجع القاهره عشان نستعد لمباراه الانتاج الحربي في دوري الاستاد السلام. خليني اقول لك ان مروان محسن يمكن الفتره القادمه هيرتدي باذن الله القناع بعد ثلاث او اربع اسابيع كتير باذن الله هيرتدي القناع في التمرينات، طبعا غاب عن التمرين محمود متولي كريم ميدفيد يمكن وطبعا مروان عشان خاطر الاصابات المختلفه باذن الله بنتكلم في شهر باذن الله يكون كل اصابات النادي الاهلي باذن الله يمكن ما فيش اصابات في النادي الاهلي. على الجانب الاخر او في نهايه التمرين كان حريص مستر الفيرر ان ينفرد صلاح محسن هداف النادي الاهلي تمرين تخصصي على الاجناب اوفرات وباصات في الارض وعادي عشان خاطر يقدر يفنش الكوره الهجمات اذا كان بالراس او بالقدم تالق فيها صلاح ويمكن وقف الشناوي الراجل شكله مركز معاه عاوز يعمل حاجه من صلاح محسن شايف ان صلاح محسن ممكن يكون بيهدر بعض الفرص فالنهارده اشتغل معاه تخصصي بعد انتهاء التمرين حوالي نصف ساعه المدرب اللي عنده التحديد نصف ساعه بالتحديد مع صلاح محسن علشان خاطر يفنش على الجول بشكل احسن يفنش على الجول بشكل ادق وصلاح تالق في هذه التمرين يمكن في اجواء تمرين النهارده كابتن عندك اي استفسار انا معاك. والله يا شريف انا كان نفسي بس انت ما تدينيش فرصه اسالك على حاجه بصراحه. ده انا اشرف لك يا كابتن يعني انا بشكرك شكرا جزيلا دايما متالق كالعاده شريف شعبان زميل العزيز اللي بيغطي يعني التمرين على احسن ما يكون بصراحه كل اخواتنا المرسلين وزمايلنا بيغطوا التمرين احنا من يعني لو انتوا عندكم اسئله حتى مش هنعرف نسالهم في حاجه، نتكلم عن المصابين ونتكلم عن كل اللي حصل في التمرين ما بنتكلمش على التدريب الفني يعني بشكل تفصيلي، احنا عارفين خلاص الدنيا كلها بتسمع دلوقتي وممكن يكون في سريه في التدريبات، ممكن يكون راجل مش عايز يشوف الدنيا بالنسبه له ايه، والكلام ده طبعا شفناه قبل كده وكان فعلا مثمر. لكن اتكلم على جزئيه ان انا ازاي افوق فيرويد او ازاي افوق لعيب انا كنت مستبعده او كنت مقعده، ازاي ارجعه ان انا اعمله تمرين تخصصي بحجم صلاح محسن مثلا او ايا كان اللعيب. اللي مطلوب مني كمدير فني واعي، مدير فني كويس قوي، ان انا اخلي دايما حضراتكم تشوفوا الفرقه او تشوفوا اللعيبه في احسن ما يكونوا من صورهم الفنيه والبدنيه. يعني اشوف احمد فتحي دايما بالشكل اللي احنا شفناه في مباراه السوبر، ازاي اشوف انا معدل الاعمار معدل اللياقه البدنيه، احمد فتحي ما شاء الله ما شاء الله لسه بدري قوي لما نتكلم عن السن بتاعه، لكن بتكلم في العموم ازاي المدرب بيفكر، ازاي ان انا بدري على التدوير لكن انا عندي ماتش الجمعه وماتش الاثنين، فلازم اريح اللي عمل مجهود كبير جدا. مش عايز اقعد اتكلم على الراجل كتير لان انا بصراحه متفائل جدا جدا بيه وشايف حاجه فنيه ان شاء الله تحصل كبيره جدا ان شاء الله يغير من شكل النادي الاهلي الفني اللي احنا عايزينه للي احنا عايزينه. فدايما كل الدعم للمدير الفني والحمد لله الراجل ماشي على احسن ما يكون وعلى احسن ما احنا كمان بنتوقع. اتكلم عن رجوع اللعيبه المصابين، عن ازارو، عن مروان، اتكلم عن مروان هو يرتدي قناع الفتره اللي جايه باذن الله، اتكلم عن كل اللعيبه المصابه، افتقدنا لعيبه كبيره جدا ان شاء الله كله يرجع في المباريات القادمه بسرعه جدا. خلاص بقى كان في اخبار متعلقه بالتدريب خلاص مش هنقولها، سامي قمصان بيقول بنركز في مواجهه كانو سبورت واهدافنا مواصله الانتصارات طبيعي جدا، مدرب النادي الاهلي ايا كان اسمه ايه لازم يتكلم وكلامه بقى صح جدا، احنا بنركز خلاص في المباراه اللي جايه بصرف النظر عن النتيجه اللي حصلت المباراه اللي فاتت، الاهلي دايما بيبص للمباريات بصرف النظر عن اي حاجه حصلت قبل كده وده دايما سمه من سمات البطل. اتكلم كمان ان الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر دايما بيتكلم مع اللعيبه ان احنا بنركز في كل مباراه، بننسى المباراه اللي احنا كسبناها، بنركز في المباراه اللي جايه، عايزين كل مباراه نظهر بشكل فني اعلى واكبر، وده اللي احنا كمان مستنينه منك يا مستر فايلر انت وجهازك الفني والجهاز المعاون.
قال عايزين نعمل نتيجه باداء، مش عايزين المكسب يخدعنا، مش عايزين، كلها كله كلام في المقام الاول والاخير كلام تحفيزي. كمان اثنى على اللعيبه بالسوبر المصري، ان احنا كسبنا السوبر المصري ده بيدي انطلاقه كويسه جدا، وادانا انطلاقه في الدوري بصرف النظر عن حجم المنافس واسمه والجهاز الفني بتاعه. الكلام ده كله طبعا بيفرق، وكمان بتلعب ماتش بره جماهيرك مش اللي بتدعمك قوي اللي انت مستنيها تملى المدرجات، فاكيد المباراه بتبقى بره من غير جماهير كمان او جماهير قليله بتبقى الموضوع صعب شويه. وبالرغم من كده الاهلي قدم اداء كويس قوي، كمان كسب 3 نقاط مهمين جدا في بدايه مشواره في الدوري العام. واعرف كمان سامي قمصان عن امله في رجوع مروان محسن ان شاء الله يرجع، ويرجع بسرعه جدا. كمان الكابتن الكبير الكابتن طه اسماعيل نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اللي بيعتذر عن منصبه، كابتن محمود الخطيب وجه للكابتن او دكتور طه اسماعيل وجه له الشكر في الفتره اللي ترأس فيها لجنه التخطيط بالكره. مش هتكلم طبعا عن الكابتن طه اسماعيل او دكتور طه اسماعيل، يعني اسم كبير جدا وراجل بيشتغل بمنتهى الجهد والاخلاص، اكيد مهما نتكلم عنه مش هنديله حقه، دايما بينور اي مكان ودايما بيكبر اي مكان هو فيه. لكن انتوا عارفين النادي الاهلي بيبقى ليه شكل وليه مبادئ وليه اسس. الكابتن محمود الخطيب كان بيتكلم ان مفيش حد ينفع يحلل المباريات وهو شغال في النادي الاهلي، فاكيد حضراتكم عارفين تفاصيل كل الموضوع. والكابتن والدكتور طه اسماعيل تواصل مع القناه ان هو يحاول يطلع بره الاستوديو اللي بيكون فيه النادي الاهلي طرف من طرف المباراه، لكن طبعا لما يكون عنده قيمه بقيمه الشيخ طه اسماعيل ابقى عايزه في كل الاستوديو كمان في المباريات الكبيره، فاكيد هم رفضوا. ان شاء الله الموضوع يتحل ونشوف الدكتور طه موجود في النادي الاهلي، لكن طبعا الدكتور طه اسماعيل موجود في النادي الاهلي بصفه رسميه او بصفه غير رسميه، هو ابن من ابناء النادي الاهلي. ان شاء الله يرجع تاني بشكل رسمي. ضياء وحيد ناشئ النادي الاهلي اللي اتصاب في التمرينه لوحده كده، اتصاب جاله رباط صليبي. الف سلامه عليك يا كابتن ضياء، وان شاء الله ترجع بسرعه جدا. عمل عمليه رباط صليبي ناجحه مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب فريق الناشئين بالنادي الاهلي. تعالوا نتكلم عن البوم النادي الاهلي اللي اتكلم عليه العميد محمد مرجان. وبصراحه النادي الاهلي معودنا على كده ان هو دايما سباق بفتره كبيره جدا عن كل اللي حواليه. عميد محمد مرجان بيقول ان البوم النادي الاهلي او البوم النادي الاهلي الرسمي جسر للتواصل مع الجماهير. قال لو عندنا طبعا لقطات ممكن نعرضها عن الـ يعني التقديمه اللي كانت في ألبوم النادي الاهلي، حاجه انت كاهلاوي لازم تحس ان ناديك نادي كبير جدا، ولازم تعرف ولازم تتاكد ولازم تتيقن ان ناديك سابق كل اللي حواليه بمسافات ضوئيه. كمان العميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي قال ان فكره اصدار الالبوم الرسمي للنادي الاهلي جات من منطلق حرص مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير محمود الخطيب على التواصل مع الجمهور وربطهم بالنادي ورموزه من مختلف الاجيال. وجه العميد محمد مرجان الشكر لنجوم كرة القدم بالنادي الأهلي من الأجيال المختلفة والذين حرصوا على حضور المؤتمر الصحفي والذي عقد اليوم الأربعاء للإعلان عن إصدار أول ألبوم للنادي الأهلي، أول ألبوم رسمي. شدد كمان على أن النادي الأهلي مليء بالنجوم والرموز التي قدمت الكثير والكثير للرياضة المصرية، موضحا أن فريق العمل الخاص بفكرة إصدار أول ألبوم للنادي الأهلي كان يعمل ساعات متواصلة من أجل خروج الألبوم للنور لتحقيق الهدف منه، وأهمها تكوين جسر بين النادي وجمهوره الغفير. وجه الشكر كمان للعديد من إدارات النادي المختلفة اللي ساهمت وساعدت واجتهدت في مشروع الألبوم الرسمي للنادي الأهلي، وفي مقدمتها إدارتها التسويق والإعلام والمستشار سعد شلبي مستشار التسويق لمجلس الإدارة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي. دي قدام حضراتكم صور أرشيفية من ده من مؤتمر. تمام. أكد كمان أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيواصل العمل بهدوء وفي صمت من أجل الحفاظ على مكانة النادي الأهلي وتحقيق طموحات جماهيره الغفيرة والعريضة. كمان عضو مجلس الإدارة الضماطي بيقول مكسب أو بيعدد مكاسب إصدار أول ألبوم تسويقي للنادي الأهلي.
قال ان خطوه اطلاق اول البوم رسمي خاص بالنادي الاهلي تاتي ضمن عمليه تطوير العمل التسويقي والتي وضعها مجلس الاداره منذ توليه المسؤوليه. اضاف الضماطي خلال المؤتمر الصحفي قال ان اصدار اول البوم رسمي للنادي الاهلي ياتي ضمن مخطط تنميه موارد النادي ووضعه في مصاف في الانديه العالميه. اكيد في طبعا مكاسب كبير جدا هيجنيها النادي الاهلي من هذا الالبوم الرسمي. النادي الاهلي عنده يعني من الصور ومن البطولات ومن يعني ارشيف كبير جدا النادي الاهلي بيمتلكه، يعمل مليون البوم في الشهر كمان. نروح لخبر تاني. الكابتن جمال الغندور بيقول ان الحكم الالماني فيليكس بريش اللي ادار مباراه السوبر ادارها باقتدار وزاد صعوبه استقدام حكام للقمه. عندنا مباراة أهلي وزمالك إن شاء الله قريب. قال إن الحكم أداؤه في المباراة كان متميز جدا وده المتوقع طبعا من بريش، مع إنه طبعا كان لها ضربة جزاء يعني بس خلاص الحمد لله مسامحين فيها. يعني قال لك إن خلاص الحكم عمل كل حاجة زي ما إحنا اتكلمنا عن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية اللي كان نظمها أو اللي كانت نظمتها مصر في فترة قليلة جدا وبهرنا العالم كله بالتنظيم. من الصعب إن دولة تنظم تنظيم زي اللي نظمته مصر، فعشان كده بيتكلم برضو بالمقياس أو بالقياس إن بريش أدى مباراة كبيرة جدا، فمن الصعب أنت تجيب حكم أقل منه فنيا، لازم يبقى حكم في يعني في المستوى أو أحسن كمان. ده كان مجمل الكلام. قال ان هو قدم مباراه كبيره جدا ما كانش فيها اخطاء خالص، ده من وجهه نظر الكابتن الكبير الكابتن جمال الغندور. قال انه بعد مباراه ليفربول اللي شافها الكابتن جمال الغندور مع نابولي الايطالي في دوري ابطال اوروبا، بعد المباراه قال ان انا اتصلت ببريش من تليفوني الشخصي وهنيته على ادارته للمباراه وعرضت عليه اداره مباراه الاهلي والزمالك في مصر والراجل لم يتردد في القبول. ده كلام الكابتن الكبير الكابتن جمال الغندور. قال عن احداث المباراه، قال ان هي اديرت بطريقه احترافيه كبيره جدا، قال ان مش كل احتكاك هنحسبه فاول. ده كلام الكابتن جمال الغندور. وقال تحركاته وقراراته في المجمل كانت صح جدا وادار المباراه باقتدار شديد. عن مباراه القمه في الجوله الرابعه من الدوري قال ان طبعا كان عمر البنوبي زميلنا العزيز هو اللي كان بيعمل معاه الحوار، قال له انا عارف انت بتقصد ايه، اكيد الموضوع هيبقى صعب لاني لازم اجيب حكم في نفس المستوى وان لم يكن احسن كمان. اختتم كلامه جميع مباريات الدوري ستدار بحكام مصريين ولدينا مجموعه كبيره من الحكام المميزين يمكنهم مواجهه جميع المواقف وباقتدار. ده كلام الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام. كل التوفيق للكابتن جمال الغندور، كل التوفيق لحكامنا المصريين ان هم يديروا مباراة الدوري على احسن ما يكون. مفيش اي يا جماعة صعوبة جدا او اي صعوبة خالص، تديروا بأريحية كمان. وكل الدعم مننا كقناة اهلي وكنادي اهلي للحكام المصريين في الدوري العام. عندنا بقى موضوع صلاح، أين ذهب صوت الاتحاد المصري لكرة القدم في حفل جوائز الأفضل؟ ضجة كبيرة جدا أثرها النجم المصري محمد صلاح بعد ما شال صفته، مش هنقول صفته يعني صفة لاعب منتخب مصر من حسابه الرسمي. المفروض اللعيب بيحط صفته الأساسية دلوقتي إن هو لاعب في ليفربول إلى أن يتم استدعائه لمنتخب مصر بخطاب رسمي للنادي اللي بينتمي ليه. لكن على العموم هو كان كاتب طبعا محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم منتخب مصر او لاعب منتخب مصر، وبعد اللي حصل في الاستفتاء شال لاعب منتخب مصر. ماشي، في ناس انتقدت وفي ناس ايدت ان هو كان زعلان جدا، مش هنتكلم في التفاصيل، لكن هو محمد صلاح عمل كده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ماشي، ايه المشكله وايه اللي حصل؟ يعني سمعنا حكاوي كتير جدا وسمعنا اقاويل كتير جدا، ناس صوتت لمحمد صلاح والمحمدي واجري صوتوا لمحمد صلاح. طب الاصوات ما حدش اعتمدها، ما شافوهاش، ما كانوش اساسا موجودين في التصويت الرئيسي. كل ده كلام، لكن الحقيقه فين؟ انا مش عارف شخصيا بصراحه، لكن اقول لكم الملابسات اللي حصلت. القائمه المصوتين على جوائز الافضل مقدمه من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لم يتواجد اسم قائد منتخب مصر او المدير الفني في القائمه الرسميه للمصوتين. فيما حضر الجانب الاعلامي بممثل عن مؤسسه صحفيه مصريه اللي هو دانيال. الارجنتيني ليون ميسي نجم برشلونه خد طبعا افضل لاعب في العالم، مفيش كلام. محمد صلاح خد افضل رابع في العالم. انا شايف ان هو برضو يعني
افضل رابع في العالم، دي حاجه كبيره جدا لمحمد صلاح بصراحه. ايهاب ليطه مدير منتخب مصر زاد الموضوع غموض، ازاي؟ قال تصويت المكسيكي اجيري المدير الفني الفراعنه وكذلك احمد محمدي قائد المنتخب في استفتاء الافضل والذي اعلنت نتيجته امس في حفل كبير بمدينه ميلانو الايطاليه. قال في تصريحات ان اجيري والمحمدي شاركوا في التصويت بشكل رسمي ممثلين عن منتخب مصر، وتسلم الثنائي الاستمارات الرسميه الخاصه بالمشاركه في هذا الامر. ماشي، ده كلام ايهاب ليطه. في ناس قالوا لا ده هم ما صوتوش رسمي، فانا مش عايز اتوهكم زي ما انا تاهي بصراحه. طب الكواليس في غياب صوت مصر، قالوا ان عمليه ارسال الاصوات من اتحاد الكره الى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تتم بسحب صوره ضوئيه من اختيارات المدير الفني وقائد الفريق اللي هو المحمدي، موقعه من كلا منهما وارسالها من خلال او من خلال البريد الرسمي للجبلاء للفيفا، بيشوفوا او بياخدوا استمارات بالايميل بيمضوها وبيرجعوها تاني من خلال الجبلايه اللي بتبعتها بدورها للفيفا. فهم ارسال الاصوات دي، الموعد المحدد لارسال صوت المدير الفني وقائد منتخب مصر كان بحد اقصى في منتصف اغسطس الماضي، وهو ما لم يكن متاح بسبب استقاله اتحاد كره القدم. بص هندخل في حاجات كتير جدا برئاسه مهندس هاني ابو رداني. المهم يعني قالوا ان الوقت المفروض نصوت فيه ونبعت فيه الاتحاد الدولي ما كانش فيه اتحاد كره اصلا عندنا. ده يعني مش عايز ادوخكم، انا اساسا ممكن اكون دخت منكم يعني. فالملابسات ايه كتير جدا، والموضوع مش فاهمينه، الصح فين والغلط فين. ده اللي هيعمل فيه الدكتور عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، يعمل فيه تحقيق عشان يعرف الموضوع ايه ومين المقصر في هذا الموضوع ومين المدان وايه اللي حصل بالظبط. لغايه لما نعرف ايه اللي حصل بالظبط ان شاء الله نقول لكم الحقيقه فين وايه اللي حصل. قال الدكتور عمرو الجنايني، قال شدد على انه اجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح، اكد خلاله على ان الامر خطا غير مقصود، وان الاتحاد يدعمه هو جميع اللاعبين المحترفين، ودي حقيقه ولازم تبقى حقيقه حتى لو ما كانتش حقيقه. وسيتم تقديم كل الدعم والمسانده مثلما كان الامر مع المجلس السابق لاتحاد الكره. شفنا قبل كده المشاكل كانت مع محمد صلاح، مش عارف كان بقى مين اللي بيصدر المشاكل لمين، لكن الطبيعي جدا وكلام الدكتور عمرو كلام محترم جدا وكلام عقلاني جدا وكلام احترافي جدا، لازم يكون في دعم ودعم كامل للنجم الكبير محمد صلاح بصرف النظر عن الاستفتاء، لان انا ممكن يكون ليا وجهه نظر ثانيه خالص. واوضح الدكتور عمرو الجنايني في مكالمته مع صلاح ان الخطا وارد في فتره انتقاليه لاتحاد الكره، يعني الخطأ ده كان في فترة انتقالية لاتحاد الكرة، وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق، كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية. ماشي، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه. طب لو كان خطأ إداري غير مقصود يبقى ما فيش عقاب يا دكتور عمرو، يعني لو خطأ غير مقصود خلاص. عموما قال كمان ان اللجنه تواصلت مع الفيفا لتوضيح اسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، يبقى كده رسميا الفيفا لم يعتمد التصويت المصري. ده كلام الدكتور عمرو الجنايني، ورد بخطاب رسمي على وجود خطا في الاجراءات. يعني ارجو ان انتوا تكونوا يعني فهمتوا من اللخبطه دي. فهمنا بس كلام الدكتور عمرو الجنايني، قال ان في خطا وكان خطا غير مقصود وهيبقى في تحقيق وهيحاسب اللي اخطا، لكن لو كان في اتحاد ثابت سواء كان او الاتحاد الموجود اللجنه اللي موجوده عمر الكلام ده ما كان هيحصل. ده كلام الدكتور عمرو الجنايني. محمد صلاح كان في حوار مع شبكه سي ان ان الامريكيه، قال ان في لازم يكون في اصلاح لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. ده كلام النجم العالمي محمد صلاح. قال على رئيس اتحاد الكرة القادم اتخاذ خطوات إصلاح. ده الكلام ده قاله يعني كلام رسمي لصحيفة أو لشبكة CNN الأمريكية. قال كمان هناك بعض الأخطاء التي سببت الإزعاج لي ولزملائي في منتخب مصر طوال الفترة الماضية. كلام بقى بيتنافى مع الواقع أو اللي بيتقال، آسف مش الواقع اللي بيتقال، ونأمل أن تنتهي. ده كلام محمد صلاح. على رئيس اتحاد كرة القدم أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه وأن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. كلمتين وبس.
على رأي يعني الرائع الراحل فؤاد المهندس، قال كلمتين سطرين وما قالش يعني كلام كتير جدا، والله كلمتين حلوين جدا يعني لازم نأكد عليهم تاني. قال على رئيس اتحاد الكرة القادم، رئيس اتحاد الكرة القادم، أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه أن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. دايما بنقول يا جماعة اللي يمسك منصب يبص للمصلحة العامة بس، ما يخافش ما يخافش، طول ما انت في المصلحة العامة والله العظيم عمرك ما تخاف، لان انت بتعمل اللي ربنا، واكيد ربنا يعني مش هيبقى او هيقبل ظلم لحد بيشتغل في الصالح العام وبيشتغل بضمير دايما. وحضراتكم بتشوفوا عندنا مثال النادي الاهلي مثال لاي حد، دايما ربنا بينصرنا في الاخر عشان احنا بنشتغل بضمير، بنشتغل باخلاص، بنشتغل بقمة العطاء، محدش بيبخل ايا كان بيشتغل فين، عشان كده ربنا بيكرمنا في الاخر. هاني دانيال بيعلق على ازمه التصويت لصلاح مع النقاد الرياضيين، مش عارف حضراتكم حابين تسمعوا ولا لا، ما انا يعني كلام كتير جدا وكلام كتير جدا قاله هو في الاخر، قال ان انا اخترت ساديو ماني وان انا صحفي دلوقتي محترف، ده المجمل الكلام، وان انا شغال مش عارف في جورنال ايه موجود في المانيا ودوري ان اقدم لجريدتي كل التغطيات دون تحديد اذا كانت سياسيه او رياضيه. ده هو بيقول يعني بيقول ان هو اختار ليه. قال لما حضرت قرعه كاس العالم كنت الصحفي المصري الوحيد هناك وسافرت روسيا على حسابي الشخصي، انا كل الكلام ده بصراحه. اما عن مساله عدم تصويته لصلاح، قال هناك خلط، انا لم اضر بموقف محمد صلاح اطلاقا لان رولاندو كان في المركز الثالث باجمالي تصويت ممثلي الاتحادات الدوليه ب 904 صوت، وصلاح حل رابعا ب 357 صوت، فحتى لو أعطيت صوتي الكامل بخمس نقاط لأصبح 361 صوت. في ناس هتقول لك يا دانيال لا ادي له صوتك مش مشكلة الفرق الأصوات ايه، يعني ما دي انت ممكن تبرر ان انا مش شايف ان انا ادي لكريستيانو وادي لميسي، على فكرة عادي جدا عادي جدا، لكن ان انت بتبرر ان هو صوتك مش هيضيف كتير للأصوات لا، هو يعني مش ده المبرر بصراحة. يعني أنا ممكن أحترم قرارك أن أنت تقول لا بصراحة أنا شايف أن ميسي أحسن، بصراحة أنا شايف أن كريستيانو أحسن، وده أنا هتسأل على صوتي، أنا أحترمك جدا، لكن أن احنا نقول أن أنا لو كنت اديته صوتي مش هيفرق كتير، ما أنت ما كنتش تعرف، ما أنت كنت تعرف ولا هما بيعرفوا الأصوات يا جماعة قبل ما يعلنوا عنها؟ حد يرد عليا في الكنترول، هما بيعرفوا الأصوات قبل ما يعلنوا عنها؟ أكيد لا، متهيألي أكيد لا، فمش بعد ما نعرف، قلت يمكن حاجة جديدة بقى إن احنا بنعرف الأصوات كده تبقى الموضوع يعني محمد صلاح بقى 19 كريستيانو بقى 20، أكيد لا. طب قال تعاملي مع الصحفيين والمدربين واللاعبين يجعلني أكتشف الاتجاهات والمزاج العام ذاهب لفين، أنا أصوت بشكل احترافي وليس انحيازيا، ده كلام على فكرة ما حدش يزعل منه، ما حدش يزعل منه، الموضوع لا يجوز شخصنته، برضو أنا معاك، ولو كان لي موقف شخصي مع صلاح لما سافرت من ألمانيا لأسبانيا كي أكتب عنه في نهائي العام الماضي بدوري أبطال أوروبا حينها قال أو قلت أن صلاح صانع البهجة، ده كلام حد أي حد يكتبه، يعني مش صلاح فعلا عمل كتير جدا وبيعمل كتير جدا والطبيعي أن احنا نعمل كده. قال عملي قائم على الاحترافية وتعلمت ذلك من صحف ألمانيا، واختيارنا لصلاح موفق وعدم اختيارنا له غير موفق بمثابة تقدير لصلاح واحترام له، فأكثر من 50% من الذين صوتوا اختاروا صلاح في المركز الثالث، وبالتالي أنا لست شاذا عن باقي الناس. ما ده ما كلام ما فيهوش يعني ما فيهوش جدل. هو قال في الكلام اللي أنا شايفه، قال كمان أن أنا حاولت أعمل لقاء مع صلاح فصلاح رفض يا جماعة، او عمل في حوار مع ناس تانيين، بس اعتقد ان ده ملوش علاقه بالاختيارات، يعني ما اعتقدش ان ممكن صحفي بيتكلم عن الاحترافيه زي دانيال ان هو ممكن، او هاني دانيال ان هو ممكن يقول عشان كده انا هختار حد غير صلاح، اعتقد لا يعني. لكن هو شايف ان صلاح المركز الثالث مفيش حد يقدر يتكلم، هو بيمثل حاجه تانية زي ما هو بيقول، خلاص ماشي. ده كان موضوع محمد صلاح وازمه محمد صلاح، اسباب كتير جدا ومعطيات كتير جدا، هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي حصل بالظبط، انا مش هقول وجهه نظري لان وجهه نظري ممكن تزعل مني ناس، انا شخصيا بحب اتعامل باحترافيه كبيره جدا، شايف ان محمد صلاح لما يكون رابع لعيب في العالم حلو قوي، انجاز لينا كلنا كمصريين ولمحمد صلاح، عايزين التصويت وفي فرق صوت كبير جدا، يعني مش هو محمد صلاح ما زعلش
ان انت صوتك هو، اقول لكم الحته اللي ممكن يزعل منها ايه، ان انا مثلا كعبد الحميد حسن انا هصوت، انا صوتي مش هيضيف لمحمد صلاح ان هو يكسبه، لكن هو متوقع ان عبد الحميد حسن كمصري هيختار ان انا كمحمد صلاح كمصري، هو ممكن يكون زعل من كده، واكيد هو زعل من كده. لكن لو اتعاملنا معاها كاحترافيه، يعني محمد صلاح لو اتعامل كاحترافيه، ودايما محمد صلاح بيتكلم عن المينتاليتي وبيتكلم عن الطبيعه الاحترافيه، هل السؤال لحضراتكم، هل من الاحترافيه ان انا كمصري اختار محمد صلاح، ولا من الحب ان انا كمصري اختار محمد صلاح؟ ده سؤال لحضراتكم. طولنا على الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي، عايزين نتكلم معاه في مواضيع كتير جدا جدا. نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا، نجم فقره الاهلي الليله، الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد. اهلا بحضراتكم من جديد، الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، ومنورنا طبعا في قلب بيتك يا كابتن. ربنا يخليك يا عبد الحميد. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. طمنا عليك الاول على فرقتك قبل بقى ايه ما اسالك سؤال انا قايل لك وانت فاكرني بهزر. طمنا عليك. يعني الحمد لله احنا عاملين الحقيقه فتره اعداد قويه جدا، يمكن التكوين بتاعنا برضك اعتقد ان اهم فتره في الموسم الحقيقي. طبعا يعني كل الناس عارفه ان حضرتك مدير الفني الفريق نجوم النجوم نادي النجوم. اتفضل. الفتره الحقيقه اتعملت كويس قوي، فتره التكوين. يمكن احنا عندنا تجربه السنه دي، اعتقد ان احنا بالاتفاق مع الاداره الحقيقه اللي كان استاذ محمد طويله او شادي الطويله، الحقيقه ان احنا عندنا مجموعه من الاولاد الصغيرين مواهب على مستوى عالي جدا 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 الحقيقه، واعتقد ان هم هيثبتوا وجودهم في المسابقه الموسم ده بشكل قوي جدا جدا. طبعا تعاقدنا مع مجموعه من الخبرات الحقيقه، اذا كان شعيشع او غريب او سيد جاد، او الحقيقه مجموعه ابو الخير، مجموعه الحقيقه من اللعيبه المهمه جدا اللي هي بتعمل لنا طبعا الحقيقه مسانده كبيره جدا في مشوارنا اللي هو صعب جدا جدا الحقيقه الموسم ده. لان انا في رايي يا ابو حميد الحقيقه ان مجموعه القاهره فيهم مثلا 10 فرق بيلعبوا على المنافسه من 12 فرقه. صح. يعني الامور صعبه. طبعا المنافسه هتبقى قويه جدا، وعشان كده احنا الحمد لله استعدينا بشكل قوي جدا، عملنا فتره اعداد وعملنا معسكر في الاسكندريه، واقامنا طبعا مباريات وديه مع فرق مجموعه بحري المجموعه القويه الحقيقه، ومع الفرق القويه في مجموعه بحري، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس، وبنستعد ان شاء الله باذن الله المسابقه اتحددت بعد يوم 10، ممكن بقى تبقى 14 15 ما نعرفش هتحدد امتى، لكن هي اتحددت ان هي بعد يوم 10 10 ان شاء الله باذن الله، ومستعدين للموسم ان شاء الله. تمام. انا كنت سالت حضرتك على اول مباراه ليك، قلت لي القناه في القناه. القناه في القناه. تتمنى البدايه تبقى عامله ازاي؟ والله لا يعني اصل انا لسه في بدايه كلامي دلوقتي، بقول لك ايه، بقول لك ان في 10 فرق بيلعبوا على المنافسه، مش فرقه منهم القناه طبعا. القناه ده في منافس لاخر نفس. طبعا طبعا القناه فرقه كبيره، وعندهم حتى الحقيقه الموسم دوت رصدين موازنه كبيره جدا جدا جدا، زي مثلا بتروجيت، زي سيراميكا، زي ترسانه، زي سويس، مختلف خالص الحقيقه في تحضيره للموسم عن المواسم اللي فاتت كلها. تمام. فالمنافسه هتبقى قويه جدا جدا. تمام. ابارك لك على سيد طبعا معوض ان هو انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر. طبعا اكيد الله يبارك فيك يا ابو حميد، واكيد يعني اعتقد اختيار الحمد لله يعني في صالح طبعا سيد، وفرصه كبيره جدا جدا طبعا. يمكن سيد والحقيقه احمد ايوب وحسام البدري كانوا عاملين طبعا مكونين جهاز في فتره المواسم اللي هم كانوا شغالين فيها في النادي الاهلي، او اخر موسمين لتواجدهم كجهاز فني للنادي الاهلي، اعتقد ان هم كانوا عاملين الحقيقه كره يعني على مستوى عالي جدا جدا جدا، وعاملين مستوى الحقيقه وحققوا بطولات، فاعتقد ان يعني دي فرصه طبعا كبيره جدا، وبنبارك لهم كلهم، بنتمنى طبعا للجهاز الفني الحقيقه كله التوفيق ان شاء الله باذن الله، لان يمكن حته رؤيه انك بتختار مدير فني مصري اعتقد دي مهمه جدا جدا، لان يمكن كل النتائج الايجابيه اللي حققها منتخب مصر في كل البطولات
او بتوصل كاس عالم مع الكابتن جوهري وكل البطولات اللي حققها كبطوله افريقيا اعتقد كانت مع مديرين فنيين الحقيقه مصريين يعني وطنيين. الاعداد بيقولوا لي يعني قولي ان سيد معوض يعني الناس كلها عارفه الناس كلها عارفه ان سيد معوض متجوز بنت الكابتن رمضان يعني الناس دلوقتي متابعه كوره اكتر مننا يا جماعه. كابتن عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا عارف ان حضرتك بتحب الاحترافيه بشكل كبير قوي. لو فرقنا بين العاطفه والاحترافيه هينفع في اختيار مثلا صحفي زي دانيال اللي اختار ساديو ماني ما اختارش محمد صلاح؟ بص انا هقول لك ولا حاجه ولا هي بتتقاس ازاي؟ انا هقول لك حاجه يا حميد، يعني اعتقد الاختيار لو انت بتختار في الموسم اللي قبل اللي فات الحقيقه صلاح كان يستاهل ان هو ياخد الجائزه الحقيقه عن جداره. تمام. الموسم اللي قبل فات يعني هو كان افضل لعيب موجود في العالم الحقيقه. تمام. الموسم ده يمكن صلاح ما قدمش زي الموسم اللي فات. تمام. ساديو مان الحقيقه الموسم ده يعني عمل مستوى اعلى بكتير قوي من الموسم اللي فات. تمام. لكن انت لما بتيجي مثلا بتحسبها كمثلا كابتن فرقه كابتن فريق مثلا منتخب مصر او مدير فني لمنتخب مصر او صحفي مصري اعتقد دي يعني لازم كنت فيها مسانده. يعني انا اقول لك حاجه، انا ميسي بالنسبه لي يخرج بره اي منافسه. تمام. يعني ميسي في مكانه واي حد تاني موجود الحقيقه بيلعب كوره في العالم كله حتى كريستيانو. يعني انا مشجع ريال مدريد ويعني بتعصب حتى كمان. بتشجع ريال مدريد يا كابتن؟ اه طبعا. لكن الحقيقه انا بقول لك ان ميسي ده كسبين 1-0 عشان بس نفرحكم في الاول كده وبناخد الدوري في الاخر. لا كويس. هما اللي الاثنين مش ماشيين كويس حتى اخيرا الريال مظبط شويه يعني. زي ما بقول لك ان ميسي لا خلاص يعني هو الموسم اللي فات طبعا عامل حاجات جامده جدا حتى في بطوله دوري الابطال كان 12 هدف ولا حاجه. ميسي ده مختلف طبعا. لكن انا بقول لا يعني كان مفروض ان انا صوت طبعا المحمدي الحقيقه ادى صوته لصلاح وفي نفس الوقت انا اللي سمعته ان اجيري كمان ادى صوته لصلاح لكن ما وصلش ازاي دي حاجه غريبه جدا. هل هي فعلا الفتره اللي كان الاتحاد مش موجود الفتره اللي ما بين استقاله الجهاز الحقيقه الاتحاد الكوره؟ اه طبعا هي دي ده المبرر. بيجي لهم الاستمارات على الايميل اللي هم بيملوا الابلكيشن اللي فيها اللي هو الرغبه يعني الرغبه بتاعتها وبيمضي عليها وبيبعتها ثاني للاتحاد المصري اللي بدوره بيبعتها للاتحاد الدولي. ما كانش فيه في الفتره دي ده الكلام انا مش متاكد ايه اللي حصل. الفتره دي ما كانش فيها اتحاد كوره اصلا. بالظبط. يعني اعتقد ان هو ده المبرر وهو ده الصح اللي الناس كلها لازم تعتقده يعني ان لا يمكن ابدا اتحاد الكوره هيبقى موجود وما يبعتش مثلا صوت اجيري او ما يبعتش صوت كابتن الفريق لصالح محمد صلاح. اعتقد لا يمكن. وفي نفس الوقت المجموعه طبعا الاتحاد الجديد طبعا هم معذورين لان في التوقيت ده لو هم كانوا ماسكين والاتحاد كان استقال خلاص. طيب هو يعني عمر الزميل العزيز عمر بنوبي بيقول لي ان الفيفا بعت انذارين لاتحاد الكوره ان هو يبعت تصويت واتحاد الكوره ما بعتش. ممكن عمر يكونوا في الفتره اللي هو بيتكلموا عليها التوقيت اللي هم قدموا فيه استقالة يعني كان فيها العميد هو اللي بيدير الاتحاد يبقى كان المفروض العميد ثروت سويلة بالحقيقه يرد. طب انا عايز اسال سؤال يا كابتن. خلي بالك انا بحب محمد صلاح اكتر واحد يعني في محمد صلاح انا بحبه جدا يعني كشخص كمان قبل ما يكون لعيب كوره. يعني انا كده لما بدي صوتي لحد مش بظلم حد تاني حتى لو كان ابني يعني حتى لو كان ابني في اختياراتي. بص انا هقول لك حاجه اللي عاملها صعبه الموضوع صعب شويه. لا مش صعب ولا حاجه. انا زي ما بقول لك يعني احنا يعني بقى لنا مثلا نشوف كره القدم موجوده مثلا في مصر بقى لها يعني سنين كتيره. تمام. كبيره جدا جدا جدا. احنا لاول مره في تاريخ مصر بيبقى عندنا لعيب عالمي ولعيب مصنف من افضل 3 لعيبه في العالم. بالزبط. الموسم اللي فات والموسمين اللي فاتوا او 3 مواسم اللي فاتوا صلاح طبعا يعني فخر لينا كمصر. بالزبط. وفخر كل العرب وفخر لافريقيا كمان الحقيقه.
فبالتالي يعني انا شايف ان احنا لازم يبقى في مسانده على طول لمحمد صلاح. المسانده مش في حته مش في حته الاختيار ده كابتن. المسانده في حاجات كتير جدا ما صراحة. طبعا احنا طبعا قصرنا فيها احنا قصرنا في حاجات كتير طبعًا. جدا كان المفروض ندعم ونساند اكتر من كده، بس مش بالتصويت. احنا اول ما بيقولوا تصويت احنا كلنا مصريين طبعا لا يعني في جوائز كتير تصويت يلا نصوت كلنا، لكن انا بعترف وبقول لك ان ميسي في مكانه ده خالص، وبقيت لعيبه العالم كلهم في مكانه ثانيه، بعد كده يجي كريستيانو وبعد كده ممكن تقول بقى لعيبه ثانيه. طبعا طبعا تمام. تعالى نشوف نتكلم على الحدث اللي حصل، اول البوم صور لتوثيق تاريخ النادي الاهلي. شايف الخطوه دي ازاي وقد ايه مهمه من وجهه نظر حضرتك؟ هو يعني يمكن النادي الاهلي عودنا طول عمره، يعني النادي الاهلي الحقيقه بيبقى سباق في حاجات كتيره جدا. النادي الاهلي هو اللي يبدا بيها وتيجي مثلا الانديه الثانيه تطبقها مثلا بعديها مثلا مش عارف بخمس سنين بعشر سنين حاجات كده يعني. فالحقيقه يعني هو النادي الاهلي معودنا على كده، وهو النادي الاهلي كده الحقيقه. طبعا دي طبعا خطوه كبيره جدا، لانك انت الدول الانديه بره في اوروبا انت ممكن تروح تشوف الالبوم ده تعرف بالزبط. كل حاجه بالزبط. كل حاجه عن تاريخ النادي كله بالزبط. وتعرف نجومه في المواسم اللي حصل فيها على البطولات، وتعرف اسماء يعني. ده مهم جدا جدا، واعتقد دي خطوه مهمة جدا، وخطوة طبعا يعني بتحسب للنادي الاهلي طبعا. هو النادي الاهلي دايما زي ما حضرتك بتقول دايما سابق بكتير. طبعا سابق بكتير طبعا. في ناس بتزعل من الكلام ده بس دي حقيقة. لا احنا بنتكلم دايما في الحقيقة يعني. ولا يا كابتن؟ لا يعني ودي حقيقة فعلا يعني. تعالى اكلمك عن فايلر، وشايف طبعا احنا مش هنقيمه دلوقتي بس في ثلاث ماتشات لعبوا فعلا كان اول اختبار ليه كان اختبار رسمي حقيقي في افريقيا، اللي دايما بيقولوا اصل المدرب لازم عنده مش عارف خبرات افريقيه عشان يروح يلعب هناك، والراجل لعب وكسب 2-0 جه على بطوله ثانيه السوبر ماتش زمالك. الزمالك يعني كانوا سنين سنانهم عشان طبعا الزمالك عايز يكسب من الاهلي كتير جدا ما بيكسبوش، فعايز يكسب الاهلي في بطوله كمان. هو كانوا متوعدين او واعدين جمهورهم ان هو يكسبوا بطوله السوبر، وجه الراجل عمل اداء هسال حضرتك عليه، وبعد كده مباراه الدوري مع سموحه مع جهاز فني حسام ابراهيم حضرتك عارف بيشحن ازاي. طبعا 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 عندهم خبرات ازاي. فشايف المجمل ايه؟ المجمل الحقيقه طبعا بيحسب الحقيقه لفايرر الحقيقه ان هو قدر يرجع تاني كره النادي الاهلي. يعني الكره اللي هي فيها جماعيه وانت بتدافع، فيها جماعيه وانت بتهاجم، انت بتشوف الربط اللي موجود الحقيقه في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، اذا كان مثلا مباراه السوبر اللي كان فيها اجاييه الحقيقه وكان مفاجاه التشكيل الحقيقه، وعمل مباراه يعني كبيره جدا جدا جدا، وكان من افضل اللعيبه اللي موجوده في الملعب مش في فرقه النادي الاهلي. احنا لو قعدنا كنا توقعنا كابتن مين اللي هيلعب فيرود استحاله كنا نجيب اجي. لا صح، ما هو ده اللي يحسب ليه الحقيقه. يعني يحسب لفايرل الحقيقه ان هو ادى اجاي، وهو كان مقتنع بالحلب اللي هو كان موجود بيها في تدريبات الحقيقه، فدي تحسب له بشكل كبير جدا جدا جدا. ده هو كان مدي اجاي علشان يعني اجاي كسترايكر، ولا عشان اجاي ان هو لعيب كوره وبيعرف يلعب بيعرف يلف وبيعرف يحط للي جاي يعني في حاجات كتير جدا، وكمان بيعرف ينزل عشان يفضي مساحات ان كان رمضان او كان حسين الشحات. كل يعني كل الحاجات اللي انت بتقولها دي يا عبد الحميد هو فعلا اداله عشانها. اولا اجاييه بيعرف يعمل موقف واحد ضد واحد بشكل كويس قوي، بيعرف يعمل محطه لعب، بيوقف على الكوره ما شاء الله عليه، بيوقف على الكوره بشكل هايل، بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت، مع رمضان مع حسين الشحات مع قفشه في المباراه دي، كانوا عاملين الحقيقه زي ما قلت لك ربط يعني يمكن ما حصلش في خلال مثلا الفترات اللي فاتت خلال مثلا موسمين الحقيقه بالشكل اللي حصل في مباراه القمه الحقيقه ومباراه السوبر. لانك انت كمان بتتكلم في حاجه ثانيه، بتتكلم ان انت بتلاعب ديربي، وديربي طبعا المعروف على مستوى طبعا العالم كله الحقيقه، ديربي قوي جدا جدا، وانك تاخد من ال 90 دقيقه 65 دقيقة أو تاخد من ال 90 دقيقة مثلا تروح ل 70 دقيقة، أعتقد ده يعني يحسب ليه بشكل كبير جدا جدا. أنت لو بتعمل تقييم لل 60 65 دقيقة أو 70 دقيقة، النادي الزمالك الحقيقة في الشوط الأولاني ما وصلش لمرمى النادي الأهلي، فده كمان التميز اللي اتوجد في المباراة، إنك أنت بتلعب تيم كبير وتيم منافس ليك وتيم قوي، وفي نفس الوقت بتقعد 45 دقيقة مفيش ولا كرة خطيرة وصلت على مرمى النادي الأهلي. الضغط
وتقارب الخطوط الحقيقه اللي كان موجود والمجموعه كلها هو ده اللي بقى هو المجموعه كلها بتدافع بالظبط والمجموعه كلها بتشتغل تحت الكوره وهم بيدافعوا الحقيقه اتعملت دي بشكل طبعا قوي جدا 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 من يمكن احنا انا بقول لك يا عبد الحميد الحقيقه احنا بقالنا موسمين لا ما كانش عندنا الشكل دوت خالص انا اتفرجت على الاستديوهات كتير جدا يا كابتن رمضان ما اتكلموش على لقطه الهدف دي في حاجه يعني لو سمحت ممكن نرجع برجاوي كده بلقطه الهدف بس نقف كده برجاوي لو سمحت لو سمحت لو سمحت لا ايوه نقف بص يا كابتن تمركز الفيرود بيكون فين طبعا جوه 6 ياردة بص اجاي هو اجاي مطلعه بره خالص طلعه بره خالص برضو دي خلي بالك تدريبات على الكره الثابته بالظبط دي مش فيه. مش مش اعتباطا يعني او فيه. تحرك جاي يعني استحاله ده سترايكر لا طبعا دي وقفه سترايكر طبعا طبعا يعني كلنا في العالم كله بنشوف الاسترايكر هو اللي بيبقى راكب الكوره بالظبط ايا كانت هي بالزبط. فين يعني لكن هو ده واقف اتفضل بالظبط يعني هو دي تدريبات على الكره الثابته الحقيقه الكورنر بالذات ومعروف حاطط هو جاي في المكان ده على اساس ان هي هتتلعب على العارضه القريبه وتتلمس الحقيقه من اي حد طبعا موجود ولا لمس تقريبا حمدي فتحي او ياسر تروح لاجاي الحقيقه بيلعبها بالتمكن دوت وبالشكل اللي هو الحقيقه حاططها ده طبعا ده يحسب بردك للراجل المدرب طبعا اكيد فايلر الحقيقه. وحضرتك كنت بتتكلم على الحالات الجماعيه ودي اللي شفتها انا شخصيا يعني انا شفتها في النادي الاهلي الحالات الدفاعيه تحس ان يعني بتتكلم على فريق كبير نادي الزمالك طبعا طبعا كبيره جدا طبعا طبعا مش عارفين يمسكوا كوره طبعا مش عارفين يعملوا حتى ثلاث لمسات ويمكن انا هقول لك حاجه يا ابو حميد كمان ان حتى ال 20 دقيقه او مثلا 25 دقيقه اللي خدها نادي الزمالك الحقيقه بعد اصابه ياسر ومحمود فتح الله الحته دي بقى فيها مساحات وطبعا يعني لما نيجي نتكلم مثلا على حمدي فتحي عامل 65 دقيقه انا في رايي من هو وعمرو السوليه من الاسباب التميز اللي كان موجود عليه تيم النادي الاهلي الاثنين قويه جدا طبعًا. ما شاء الله والله كاتب اسمهم عشان اسالك طبعا طبعا الاثنين عاملين جيم يعني عالمي الحقيقه واخدين مغطيين في النواحي الدفاعيه عرض الملعب كله الاثنين بيعملوا مستندات في النواحي الهجوميه وعمرو السوليه بيبقى قريب ان هو كمان بيخش ال 18 لان بيعرف يلعب بدماغه وبيعرف يشوط الحقيقه بالظبط وحمدي الحقيقه زي ما قلت لك ان هو يعني انا بعتبره نموذج للهاف ديفندر ازاي بيستخلص وبيلعب السهل كمان من اللعيبه اللي بتلعب السهل ودماغه شغاله وبيلعب كمان التمرير اللي فوق في الحاجات الطوليه دي بيعملها بشكل كويس بيشتغل بيعمل مسانده الحقيقه ورا الاربعه المهاجمين الحقيقه بشكل كويس قوي فبقول لك السوليه وحمدي فتحي لكن انت النهارده لما نزل حمدي فتحي في حته المساك الحقيقه طبعا هو الاحساس بالمكان والتمركز والحاجات دي كلها لا يعني يمكن حمدي رغم زي ما قلت لك تميزه الكبير جدا حته عدم احساس بالمكان خلاه مثلا عمل ضربه جزاء لكن هو الطبيعي ما فيش مساك عنده الاحساس بالمكان ان هو مثلا يسند الكوره بالشكل دوت في 18 داخل 18 لكن انا بقول لك الديل كمان اللي اثرت على النادي الاهلي ان هو ما يعملش استمراريه لغايه نهايه المباراه الحقيقه الحته ديت ويمكن زي ما قلت لك الحته دي كمان فرقت في نادي الزمالك تغيير مصطفى محمد لان هو انا في رايي من المهاجمين المميزين جدا في الكره المصريه حاليا دلوقتي وهيبقى مستقبل الحقيقه مصطفى محمد ابتدوا يستخدموا المساحات الحقيقه يعني حتى في حاجات يا عبد الحميد مثلا بتقول ايه ان هم مثلا ممكن يكونوا رابطين مع بعض او في مثلا في جمله مثلا معموله لا ده هم حتى الكرات اللي كانت بتتطفش مثلا او بتتلعب طويله بتتشتت من تحت هو كان بيعمل لهم بيها خطوره بالزبط. لان زي ما قلت لك فرق ان الاثنين المساكين الحقيقه ده مش مجانا مصيبه لما كده حضرتك طبعا يعني ما شاء الله عليك كابتن رمضان يعني مدرب كبير جدا مصيبه لما تفقد اثنين مساكين طبعاً. بحجم مساكين النادي الاهلي بالظبط كانوا شايلين الدنيا تحت انا بقول لك ابطال بصراحه طبعا كانوا. انا بقول لك انت بتشتغل في 45 دقيقه ما فيش ولا فرصه على النادي الاهلي وده طبعا مش الاثنين مساكين بس هو الدفاع كمجموعه يعني جماعيه غريبه يعني هايله الحقيقه انك تعمل مثلا 45 دقيقه ما فيش غلطه الحقيقه ما فيش مساحه اديتها للعيبه نادي الزمالك وشيكابالا لاوباما لبن نجم للشرقي ما فيش مساحه
حد خدها، فبالتالي انت عملت سيطرة الحقيقة المدة دي كلها. لكن هي فرقت صبتين طبعا أثروا، ويمكن دول كان سبب رئيسي ان انت ما تقدرش تعمل استمرارية بنفس الأداء في 90 دقيقة تكمل طبعا. طبعا كلام حضرتك طبعا صح جدا. وكمان انت انا بتكلم على مصطفى بقى محمد، هو مهاجم طبعا متميز، لكن هو كمان نزل في غياب اتنين مساكين. انا بقول لك انا بقول لك هم يعني الاتنين مساكين لو موجودين اعتقد برضك يعني ما كانش هتبقى عندك الخطوره دي، لان انا الاتنين كانوا بادئين المباراه عاملين جيم هايل. التغطيات حتى اللي ورا علي معلول، التغطيات اللي ورا اللي بتيجي من العمق، التغطيات اللي من ناحيه اليمين من ناحيه احمد فتحي، الاثنين كانوا هايلين وفي نفس الوقت مسيطرين على بن شرقي بشكل يعني. بن شرقي على فكره لعيب جامد جدا ولعيب كويس قوي، بس ما يلعبش راس حربه. يعني هو في الثلاث مباريات اللي لعبهم وهو بلاي ميكر بيلعب تحت راس الحربه كان ليه دور كبير جدا في اداء نادي الزمالك واحرز اهداف كمان. لكن هو الراجل الحقيقه يعني انا برضك يمكن من ضمن الحاجات اللي قبل ما تسالها حتى يا حميد، الحقيقه حته التدوير في الثلاث مباريات او مباراتين انا بعتبرها بصراحه يعني انا ما شفتهاش برضك يعني. لا يعني انا النهارده كمدير فني جاي جديد لنادي الزمالك ولعبت مباراتين ووصلت التشكيله، تشكيله ادت لي بشكل هايل الحقيقه. تمام. عملت مباراتين ثلاثه بشكل كويس قوي. ده انا يعني اقول ايه، ده انا مدرب محظوظ ان انا وصلت للتوليفه دي بسرعه، جت بقى يعني بتوفيق غير عادي. تمام. لما اجي العب في التوليفه دي في مثلا المباراه اللي راحوا لعبوها في السنغال في مباراه افريقيا الحقيقه، والنتيجه راحت 2-0 والنتيجه لو 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 مثلا هدف ثالث، قصدك غينيا، مباراه غينيا للسؤال. اه طبعا. أوكي. لو هدف ثالث يا عبد الحميد المباراه كانت في القاهره خلصت، فايه المجازفه دي؟ وليه بعد ما وصلت التوليفه توليفه كويسه قوي وعملت بيها نتائج ايجابيه وعملت اداء كمان، مش عملت نتائج بس وعملت اداء. احنا بنتكلم عن ماتش الزمالك. اه طبعا على ماتش الزمالك انا بتكلم. اه طبعا. فبالتالي الحقيقه دي فرقت بشكل كبير جدا في اداء كمان نادي الزمالك كمان. تمام. يعني في ليه احمد فتحي ما دخلش مساك، وليه حمدي فتحي دخل مساك، وهل برضو فايلر يا كابتن رمضان ايه وجهه نظره برضو في القصه دي؟ لان انا عندي برضو تحليل جزئي. يعني انا هقول لك حاجه يا محمد. طيب. انا في رايي انك ما كنتش تخسر وسط الملعب حمدي فتحي مع السوليه وتفك نص الملعب، كان ممكن يتعمل احمد فتحي يخش كمساك، وده احمد فتحي طبعا لعيبها. طب مين يبقى ناحيه حسين الشحات؟ حسين الشحات. اه طبعا حسين الشحات لعبها كتير. طيب إيه على السبرنتات يا كابتن رمضان، بص انا بصيت لها من ايه؟ احمد فتحي احنا بنتكلم بقى في تفاصيل التفاصيل اللي هو ممكن تعدي على اللي هو المشجع العدلي، هو يقول طب ليه احمد فتحي ما لعبش مساك؟ طب احمد فتحي مجهوده في المباراه كان عامل ازاي؟ احمد فتحي عامل جيم كبير جدا. خرافي. الشوط الاولاني احمد فتحي من افضل اللعيبه اللي في الملعب. انا لانك انت تمام اتفضل. يعني احمد فتحي صانع كباك يمين، صنع حوالي 5-6 كرات اجوال ما شاء الله. اجوال ما شاء الله. اه يعني معناها ان انت بتوصل للثلث الهجومي، ده مشوار كبير جدا بالظبط، وسرعات وشغل كبير جدا بالظبط، وبالتالي كمان كان في اتقان في الكروس. هو ده اللي بتكلم فيه. آه. ان هو عمل مجهود بدني وذهني عالي فوق الخيال. لما نزل له انا حد بحجم مصطفى محمد، فرويد لسه نازل لسه صغير في السن، سبرنتات، وشفت حضرتك السبرنتات، يعني السبرنتات هو ما راحش مع حمدي فتحي سبرنتات. هو اللي حصل ان حمدي فتحي احنا ياما انا طبعًا. أنا نفسي ياما لبست مساكين كتير في كوره زي كده، بتيجي من وراه مش شايف بالزبط. بتاخد الكوره وبتشير خلاص ضربه جزاء. فبتكلم بقى في كميه الجهد اللي اتبذل من احمد فتحي، هل هو كان ممكن احمد فتحي يكمل على نفس الاستمراريه في السبرنتات اللي ممكن يروح بيها مصطفى محمد؟ كان يقدر، لان احمد فتحي خبراته كان تديله دي وكانت تعمله تفوق في دي. ليه؟ لان عنده احمد فتحي لعب المكان ده كتير. تمام. وعنده الاحساس بالمكان وعنده خبراته اللي يتعامل فيها في داخل ال 18. انت لو بتيجي تتكلم بتقول مثلا ان احمد فتحي عمل مجهود كبير جدا، فالراجل ما حطوش مثلا مساك، طب ما حمدي فتحي عامل مجهود جبار. بس في فرق كبير جدا يا كابتن. آه. في فرق في طبعا انا بعشقه، بس بتكلم على السن. لا إن أنا لا في انا انا احمد فتحي عمل كميه سبرنتات، انا اصلا كنت عامل يقول يا رب ربنا يستر، يا رب ربنا يستر. بس احمد فتحي عشان تبقى عارف يا عبد الحميد، لغايه
ربنا يديله ان شاء الله باذن الله ويكمل يكمل اربع سنين يكمل احمد فتحي ما تقدرش تحطه في حته السن خالص يعني ما تفكرش حتى فيها انك تقول مثلا لا بالعكس احمد فتحي على طول محافظ على نفسه احمد فتحي بيتمرن بمنتهى القوه احمد فتحي على طول حتى من اللعيبه اللي موجوده في مصر زي مثلا ما بنقول حسام عاشور عنده متوسط تمام يعني حتى في كل مبارياته اللي بيشارك فيها لما بيكون مثلا مش في مستواه بيروح لسبعه بيروح لسته ما بيروحش لاثنين ما بيروحش لواحد فلا انا بحاول ادخل في دماغ الراجل يعني هل ممكن برضو يا كابتن رمضان حضرتك كمدير فني بتحس اللعيب بتاعك هو خلاص اتقن عمق الملعب لان انا عايز اقول ايه ان حمدي فتحي ما اخطاش تمركزات دفاعيه لا هو ما اخطاش تمركزات دفاعيه هو اخطا كوره ممكن اي مساك يعملها هو لا هو حته انا الحته اللي قلت لك يا عبد الحميد حته الاحسان بالمكان يعني حته كديفندر وبتستخلص وبتضغط والحاجات دي كلها وفي وسط الملعب ده حاجه وحته ان انا الاحساس بالمكان في ال 18 دي حاجه تانية يعني دي مش بتاعه الحقيقه حمدي فتحي وهو طبعا ده وارد ان اي حد بيغلط لكن انا بقول لك كان في حل كان تدخل احمد فتحي جنب محمد هاني وترجع الحقيقه حسين الشحات كباك رايت وعملها ولعيب جامد جدا فيها كمان مفتاح بيعمل لك كمان انا بتكلم على الجزئيه الاهم اللي هي قلب الملعب وكنت في نفس الوقت هتحتفظ بانك انت كمان مسيطر على وسط الملعب بحمدي فتحي وعمرو السليه يعني هقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللي ركبت الزمالك في ال 20 دقيقه ان سيطروا على وسط الملعب في الفتره دي اللي هي قعدوا النادي الاهلي قعدوا 65 دقيقه 70 دقيقه سيطره شبه كامله هو السيطره الهدف طبعا الضربات الجزاء اللي ما كانش يعني دخلنا الدنيا في الجيم تاني بالزبط. لكن في المجمل يا كابتن رمضان الشكل انا عارف حضرتك دايما صريح في الكلام الشكل انا حاسس ان النادي الاهلي شكله اختلف ده طبعا شكله جماعيا دفاعيا وهجوميا اختلف بطريقه غريبه جدا طبعا يعني انا مستغرب انا ما كنتش حاسس ممكن يحصل طفره دفاعيه وهجوميه في نفس الوقت لان كده. التوقيت كمان مش كبير يعني بالظبط ده يعني في فتره قريبه بالزبط. جدا يعني انت بتتكلم مثلا في 3 أسابيع ولا بالزبط. حاجه اعتقد ان هو ان الراجل يوصل في يفرض النظام بتاعه دوت ويفرض السيستم بتاعه ده على لعيبته وواضح ان لعيبته كلها متحفظه وواضح ان لعيبته كلها الحقيقه ازاي بيدافعوا كمجموعه وازاي بيهاجموا كان في ربط بشكل هايل ما بين اجاييه وطبعا الجبهه ده كمان الربط والربط وادوار اللعيبه يعني طبعًا. شفت رمضان بيخترق من العمق رمضان طبعا يعني رمضان على طول في 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 الفتره اللي فاتت دي كلها بيعتمد ان هو مميز جدا في حته المهاره والسرعه والقوه بس اختراقاته من بره بالظبط من الجناب بالظبط لكن احنا شفنا في مباراه الزمالك وشفنا في سموحه مباراه سموحه لا ابتدى يتحرك كمان في العمق دي مدرب عشان برضك نبقى كلنا بندي كل واحد حقه دي مدرب الحقيقه يعني يمكن لو بتتكلم في مباراه السوبر كمان احنا من ضمن الحاجات اللي هي ركبتنا الجيم بشكل كويس قوي الجناب بتاعتنا اذا كان احمد فتحي الحقيقه مع حسين او رمضان صبح مع علي معلول اللي انا بعتبره طبعا علي معلول افضل لعيب كوره في الموسم اللي فات ومفتاح لعب يعني مميز جدا 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 في الثلث الاخير في الثلث الاخير طبعا حاجه يعني سوبر سوبر الحقيقه فانت كمان ساعدنا الحقيقه الجبهه القويه ديت وفي نفس الوقت انت في الجبهه مقابل ليك كان شيكابالا وكان النقاز شيكابالا طبعا مش هيقدر يعمل الواجب الدفاعي وما قدرش فعلا يعمل الواجب الدفاعي رغم ان طبعا شيكابالا لعيب مهم ولعيب كبير لكن بنتكلم على طبعا لكن الحقيقه الجبهه دي رمضان وعلي عملوا تفوق على حمدي النقاز لان كانوا بيروحوا على طول 2-1 وهم اساسا بقى لو هم الجبهه دي فيها 2-2 واتنين اقوياء في النواحي الدفاعيه هم يعرفوا يعملوا تفوق بالظبط فده فرق معانا فرق زي ما قلت لك ال 45 دقيقه الاولانيه احمد فتحي مع حسين الشحات احمد فتحي مثلا من المباريات القليله جدا جدا ان انا في شوط صانع مثلا تحول 6 كرات خطيره جدا جدا ما شاء الله يعني خايف عليه طبعا فطبعا كل الحاجات دي بتحسب للراجل وبتحسب ان هو في فتره الحقيقه مش فتره كبيره يعني ان هو يوصل بفرقته لفرض السيستم اللي هو عاوز يلعب بيه وفرض نظام اللي عاوز يلعب بيه على فرقته دفاعيا وهجوميا ده طبعا نجاح تمام
كنت عايز اكلم حضرتك في دور التحكيم. يعني انا الكوره مثلا بتاعه رمضان اللي خدها من شيكابالا، اي حكم مصري اقول لك يا عم انا رايح دماغي، انا اسف مش حكم مصري، خلينا في حكم بلاش حكم مصري. كل الدعم للحكام المصريين، لكن اي حكم اقول لك انا رايح دماغي واحسب فاول وخلاص. لكن التحكيم الاوروبي بنشوف طبعا الكلام ده في اوروبا مفيش كلام ده خالص. انا انت الفاول اللي هو صراحه فاول، لكن انا كتف في كتف، انا خدت منك الكره بالعافيه، خدتها كورتي محجز عليها. الدور برضو التحكيم يا كابتن بيفرق، يعني حكم تاني فاول وخلاص وانتهت القصه. يعني انت احنا كلنا بنشوف طبعا مباريات في الدوري الاسباني، مباريات في الدوري الانجليزي، مباريات في الدوري الالماني، الالتحامات بقوه شديده جدا جدا جدا. طالما انت بعيد عن الاذى ما بيحسبش حاجه. بالظبط. الالتحامات اللي فيها مثلا ايه، كتف في كتف مثلا، قوه واضحه موجوده. لا، رمضان عمل كده بصراحه، يعني يعني خد الكوره، خد الكوره وراح بمنتهى القوه، والراجل عشان كده كان جون عالمي. طبعا يعني كنا ممكن نخسر كل المشهد ده لو الحكم صفر. طبعا طبعا. فهي ده احنا اقول لك حاجه، احنا بنطالب فعلا الحكام المصريين ان هم يدوا مساحه. انا شفت اللقطه دي في كذا مباراه. شفت الحكام بداوا دلوقتي يجمدوا قلبهم شويه. بالظبط بالظبط. يعني يمكن كذا حكم الحقيقه في الاخر، في الاسبوع الاخير الحقيقه انا شفت بيدي مساحه للالتحام، وبيدي مساحه للقوه تبقى موجوده، لان دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك طبعا. طبعا. طيب مباراه سموحه تحديدا برضو، شفت نفس الشكل، نفس الشكل اللي انا شايفه، يعني نفس الشكل اللي انا شايفه كحد يعني بيمرن كوره، اللي هو نفس الفكره برضو، الدفاع الجماعي والهجوم الجماعي، باختلاف ان انت لاعب ماتش من يومين. كان في حمل بدني كبير قوي بحجم مباراه زي الزمالك. يعني مع قله الاداء شويه، لكن طبعًا. نفس الشكل بس مش نفس الاداء. استحاله طبعا. بصراحه ما كانش نفس الاداء. وانا يمكن زي ما بدي حق الراجل الحقيقه في ان هو عمل طفره الحقيقه في فتره قليله جدا، زي ما بقول له برضك ان انا في بدايه الموسم، انا ممكن العب باثنين وجمعه بمنتهى السهوله، انا لا عندي لعيب مجهد ولا عندي لعيب مش عارف، لا ده انا لسه بنقول في بدايه الموسم. بس احنا بس لعب مباراه من ولا حاجه ساعة. لا ولا حاجه ولا حاجه بصراحه. انا هقول لك حاجه، هو ضغط المباريات ماشي انا معاك، لكن توقيت المباراه، انت بتلعب جمعه، مش بتلعب جمعه وثلاث، حتى بتلعب جمعه واثنين ماشي، وانت مش متعود ماشي. انا مش بدافع، انا هقول لك حاجه، انا هقول لك حاجه، انا الكلام دوت لو موجود الدور الثاني، او لو موجود مثلا في مثلا فاضل مثلا 7 ماتشات على الموسم او بتاع، وحته التدوير دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي اللي بتحافظ لك انك انت تعمل استمراريه في الاداء الجيد، لانك انت بيبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه، واللعيبه اللي عندك ما تخشش في اجهاد. انت ممكن خلي بالك، انت احنا بنتابع الحقيقه في الدوريات الاوروبيه، اللعيبه من اول مباراه لغايه اخر مباراه ما حدش بيبقى مجهد ولا اي حاجه خالص. يعني دي برضك دي نقطه مهمه جدا. لكن انا النهارده هقول لك حاجه، مباراه سموحه منافس قوي، خلي بالك منافس قوي مع طبعًا. جهاز فني طبعًا. على مستوى عالي، اذا كان حسام طبعا والجهاز المعاون بتاعه، وفي نفس الوقت اسم سموحه اسم بقى 4 5 مواسم لاسم متواجد في المسابقه بشكل قوي. بالزبط. فاحنا هقول لك حاجه، يعني رغم ان احنا طبعا كسبنا ال3 نقاط، لكن كان في فترات ممكن كان في تفوق لسموحه في فترات في دول المباراه. حسيتوا كافراد يعني ايه يعني انا مروان لما شفت مروان ما شاء الله عامل اسيست عالمي، نزل بنفس السيستم برضه، نفس السيستم اجاي، ان انا هنزل عشان اوسع مساحات للي جايين، نفس السيستم بالظبط شغالين بيه، ودي حاجه كويسه. انا بشتغل بسيستم ثابت حتى لو غيرت الافراد، لكن انا سيستمي ثابت، ده اللي احنا بننادي عليه دايما يا كابتن رمضان، ان انا ابقى سيستم ثابت، وتغيير الافراد ده مش مشكله، بس احنا عارفين احنا هنعمل ايه. برضه مروان خد ال2 مساكين وراحوا معاه، فضى مساحات في ظهره لرمضان ولف بالناس وعمل اسيست رائع. لا انا بتكلم يا عم حميد في حاجه فضل. حاجه مهمه جدا فضل. انا النهارده زي ما قلت لك ان انا ابقى مدرب محظوظ ان انا جاي في فتره ووصلت التوليفه، اجاي في مباراه الزمالك افضل لعيب في ال22 لعيب، افضل لعيب في الملعب، اخد بالك، وهو يمكن ليه دخل كبير جدا ان احنا نعمل تفوق كمان. حسين الشحات من افضل مبارياته من فتره كبيره جدا، حسين الشحات ابتدى يخش فورمته ويرجع لفورمته. يمكن انا بقول لك اتكلم مثلا على حسين الشحات يا عبد الحميد، حسين الشحات لعيب كبير جدا ولعيب مميز جدا،
لكن الفتره اللي هي كان فيها شويه مش في مستواه، الفتره اللي هو مثلا ايه كان يبقى مثلا نازل الملعب وممكن مثلا حاطط في دماغه ان انا مثلا لو لا 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 طبعا طبعا لو هيرجع تاني حاسس حاجه طبعا هو بدا يظهر يعني ماتش الزمالك قوي، لعيب قوي جدا 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 الزمالك كان حاجه جميله قوي طبعا طبعا. فعشان كده انا بقول لك ايه، انا النهارده اامن المباراه وخلاص المباراه وبعدين ابتدي اعمل تغييراتي، يعني حسين اجايه مش عارف ايه، لا لازم موجودين والمباراه خلاص امنها وبعدين ابقى اعمل تغييرات بقى بعد اريحهم بعد كده. اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن رمضان، يعني برضو بنتكلم في الكوره، ما انا عندي برضو جيراود لعيب محترف ما يعني انا كمدير فني، طب ما انا عندي لعيب محترف ما انزله المشكله ماشي. وانزله والمفروض يديني نفس الاداء عندي لا. مثلا مروان من راس حربه مصر المفروض برضو خلي بالك، ما الاهلي برضو مشكله، ما هو ماشي عندك لعيبه ماشي يا حميد ما شاء الله يا كابتن كلهم نجوم ماشي انا معاك في ديت، بس انا خلاص في بدايه الموسم والبونت مهم جدا اكيد والفوز مهم جدا اكيد، هو بالنسبه له كمان كل ما يكسب كل ما الدنيا طبعا يعني هو حتى كبير. بياخد ثقه كمان الراجل بالزبط. في ان هو يعمل اي حاجه بعد كده، فانا بتكلم على الحته دي مش بقلل من حد يعني، لكن انا بقول له ان الفتره اللي هي دي احنا مش ما فيش حد مجهد ولا حاجه، فامن نتيجه المباراه وبقى ريح بقى اجي مثلا في الدقيقه اقول لك حاجه في الدقيقه مثلا 60 65 70 اريح اجي ارجع اريح حسين الشحات بس يكون امنت المباراه. تمام، قبل ما نطلع فاصل واسال حضرتك بعد الفاصل على مباراه كانو سبورت، كنت متوقع شكل الاهلي ده في البدايات قبل في اول مباراه لعبها الراجل يعني كنت متوقع الشكل ده حتى كمان في مباراه السوبر؟ لا 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 لا, لا ما كنتش متوقع. ليه؟ لان الفتره مش كبيره، الفتره اللي الراجل اشتغل فيها لما تتكلم في 3 اسابيع او اسبوعين وكان عنده مباراه في افريقيا اعتقد مش كبيره، لما تأدي وتعمل نتيجه ايجابيه في مباراه خارج ملعبك وخارج مصر اعتقد دي تتحسب له بشكل كبير جدا. تمام. لما ترجع بقى كمان وتاكد الكلام ده، ما تقولش مثلا لا ده كانت مثلا مباراه سهله ولا مش عارف مباراه ايه بالزبط. وتاكد الكلام ده مع تيم كبير جدا وتيم قوي جدا وتعمل عليه تفوق 65 دقيقه ما بيروحش المرمى بتاعك، لا ده حاجه انا مش متوقع، ما كنتش متوقع كده خالص. تمام تمام، نطلع فاصل نريح شويه ونرجع نسالك بقى عن مباراه كانو سبورت، المباراه اللي كل جماهير الاهلي بتستنى البطوله الافريقيه. بعد الفاصل معانا كابتن رمضان السيد نتكلم عن هذه المباراه المهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومنورني ومشرفني الكابتن الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق نجوم المستقبل. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. بنتكلم عن مباراه كانو سبورت، مباراه الجماهير الاهلاويه بتستنى البطوله الافريقيه، النادي الاهلي عامل كل الدعم، المدير الفني بيجيب يعني كل حاجه زي العادي بالظبط، بيوفر لبن عصفور لاي حد عشان يعني يمتع جماهيره ويبسط جماهيره ويحقق انجازات وبطولات اكتر للنادي الاهلي. شايف مباراه كانو سبورت ازاي بالرغم من مكسبنا 2-0 هناك؟ شايف المباراه تكون ازاي؟ دوافعنا ايه؟ هو طبعا لما بتيجي تتكلم على الهدف الحقيقه في الموسم اللي فات او الموسم اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي هو افريقيا، لان احنا بنتكلم على بطوله الدوري، احنا يعني الحمد لله يعني عدد المرات اللي احنا حصلنا فيها على بطوله الدوري يعني وصلت ل 41 مره، بطولة كاس مصر برضو نفس الحكاية، لكن احنا هي بقالنا كاس سوبر طبعا احنا بقالنا فترة بطولة افريقيا بعيدة عننا، فطبعا المباراة دي بعتبرها مباراة مهمة جدا جدا لان هي اللي هتدخلك دوري المجموعات بالزبط. وبالتالي بقى المشوار يبقى خلاص بتخوضه وانت مطمئن طبعا، لكن المباراة دي فيها خروج المغلوب وحاجات كده، لكن انا برضو مهم جدا ان احنا نهتم بالمباراة، مش ان احنا كسبنا هناك في ملعبهم اتنين يبقى هنا يبقى في استهتار او في مثلا أكيد. لا انا لازم انزل بكل قوتي واخلص المباراة، وزي ما قلت لك بعد ما تخلص المباراة يا عبد الحميد سهل جدا جدا ان اي حد في وانا بقول ان في اول الموسم لا يمكن هتلاقي حد مجهد، لا يمكن هتلاقي حد مجهد، فبالتالي لا احنا ننزل بكل قوتنا
اللي احنا الحقيقه اشتغلنا بيها الفتره اللي فاتت. وانا في رايي ان كمان القياس كمان يبقى على مباراه السوبر، لان المباراه انت بتتكلم في فوز، وبتتكلم في اداء، وبتتكلم في يعني حاجه ما حصلتش، انك بتلاعب منافس قوي و65 دقيقه ما بيروحش المرمى عندك، و65 دقيقه انت بتستحوذ، و65 دقيقه انت بتدافع بشكل قوي جدا جدا جدا، و65 دقيقه انت ممكن الشوط الاولاني كنت تجيب اربع خمس جوال على الجولين بالظبط. يعني تخيل يعني ده دي. فخلاص انا كمدير فني، لا هي دي التوليفه اللي انا هشتغل بيها، دي قوتي اللي انا هشتغل بيها. يبقى لغايه ما اخلص المباراه دي، لان المباراه دي زي ما قلت لك ما فيش حاجه فيها اسمها ان انا متقدم أكيد. اتنين في المباراه الاولانيه، لا انا أكيد. عاوز اخلصها واروح بقى. المشوار بيطول بقى بعد المباراه دي، المشوار بيطول صح. في دوري المجموعات صح. فده مهم جدا صح. تفتكر فيلر هيلعب بنفس الاسلوب بنفس السيستم، هو هيثبت السيستم بتاعه ده، ولا ممكن تلاقي بقى رؤوس حربه راس حربه صريح، ممكن تشوف طريقه لعب مختلفه، ممكن يبقى عنده وجهه نظر ثانيه، ولا هو يحافظ على السيستم بتاعه؟ لازم يحافظ على السيستم دوت. وبقول لك انت حققت بيه نجاح كبير جدا جدا جدا، فبالتالي حافظ على التوليفه وحافظ على السيستم اللي انت اشتغلت بيه الحقيقه في الثلاث مباريات اللي انت اشتغلتهم، في النواحي الدفاعيه او في النواحي الهجوميه، او في الشغل اللي معمول الحقيقه في الثلث الهجومي، اللي يعني شغل اللي معمول بشكل هايل الحقيقه، شكل فيه ربط كويس قوي، وشكل فيه تفوق كمان. يعني من ضمن الحاجات المطمئنه انك انت كمان عندك تفوق بدني الحقيقه، في التفوق بدني في الالتحامات، تفوق بدني في كويس. حضرتك اتكلمت في موضوع التفوق طبعاً بدني. طبعا تفوق بدني بيقول لك في الالتحامات على الارض، تفوق بدني في الالتحامات في الكرات العاليه، تفوق في الثنائيات حتى كسرعه موجوده بشكل قوي جدا، تحس لا لعيبه فايقه ولعيبه واقفه على رجليها بشكل قوي جدا جدا جدا. فبالتالي لازم تحافظ على التوليفه دي، وفي نفس الوقت انت مش يعني انت بالعكس انت هتزود بقى النظام بتاعك والسيستم بتاعك اللي انت بتشتغل بيه. يعني كل ما هتلعب كل ما الامور كمان هتزيد كمان. بالظبط بالظبط. يعني كنت سمعت بعض الجماهير او شويه من الجماهير يعني بيقولوا اللياقه بتقع في الشوط الثاني، عايزين نزود اللياقه بتاعتنا في الشوط الثاني. فهو الموضوع يعني كويس ان حضرتك فكرتني، كنت عايز اتكلم في النقطه دي تحديدا. الموضوع يا جماعه ان فايلر طريقه لعبه محتاجه كميه عطاء بدني كبيره جدا جدا. الدفاع الهجومي طبعا الكابتن رمضان السيد هيتكلم اكيد في النقطه دي، الدفاع الهجومي بمجموعات ونفس المجموعات او الفريق كله والحاله الدفاعيه انت بترتدي تاني تحت الكره بنفس المجموعات محتاجه جهد بدني عالي قوي. عشان كده انت بتشوف النادي الاهلي بتشوفه بيقع شويه الشوط الثاني، عشان كده هو دايما بيتكلم ان احنا هنزود الفتنس بتاعنا. الطريقه بتاعته مبينه ان انت شكلك البدني قليل، لكن انت في الحقيقه لا، لكن طريقته هتبين انت شكلك قليل لغايه لما انت تقف زي ما حضرتك بتتكلم عن المباريات والتدريبات البدنيه، هتبقى اللياقه بتاعتك او الفورمه بتاعتك هو اللي عايزها عشان تتعامل بيها باسلوب. بص يا عبد الحميد، اصعب حاجه في البدني الضغط. بالظبط. انك تضغط منافس بتاعك الوقت اللي هو ضغط بيه ده اصعب حاجه في البدني. يعني انت بالظبط بالظبط. اه طبعا دي طريقه مدربين بقى. آه طبعا. حضرتك عايز كده نضغط. آه انت هتقعد. آه. بقى انا عايز ما انا هقول لك حاجه ما انت اصلا لو انت مش بدني عالي جدا وقوي جدا جدا لا يمكن تضغط 65 دقيقه. ده انت ممكن تضغط 10 دقائق ربع ساعه وتلاقي نفسك مش موجود صح، او مثلا نص ساعه وتلاقي نفسك تعبت صح. لا ده انت لما تضغط 65 دقيقه ده في البدن دي حاجه جامده جدا بالزبط. جدا بالزبط. جدا كويس. وانا بكرر تاني يا عبد الحميد، بكرر تاني ان طبعا تيم نادي الزمالك تيم كبير وتيم عندهم صفقات وعندهم جابين لعيبه كبيره وكل حاجه وبتاع، لكن انا بكرر لك تاني ان في ناس قالوا مثلا البدن وقع شويه، لا هي الحته بس اللي فرقت ان انت شلت حمدي فتحي من وسط الملعب مع عمرو السليه اللي كانوا عاملين تفوق في النواحي الدفاعيه والضغط ومجموعات الضغط اللي كانت بتتعمل، وفي نفس الوقت الحته اللي هي اللي فيها اصابه الاثنين المساكين بتوعك دي فرقت معاك شويه. لكن لو انت بالاثنين المساكين وحمدي فتحي في تمركزه في وسط الملعب جنب السليه، ما اعتقدش ان كان في الخطوره دي كانت هتحصل. بالظبط. وانا اضيف لكلامك برضو ان الكره دوافع. طبعا دوافع. انا لما جبت ضربه جزاء بدات دوافع
بالزبط. يعني بالزبط. ممكن ليه لا بقى فدوافعي بقت عاليه شويه او عليت قوي بالزبط. في نفس الوقت اللي بيحصل عندك اصابات وبتنزل يعني الدنيا دربكت بصراحه. لكن طبعا كويس حضرتك كلمتني في نقطه البدني اللي كانت نقطه مهمه جدا ولازم طبعا جماهيرنا الكبيره العظيمه هيتفهموا ان اللعب بضغط زي ما الكابتن رمضان بيقول 65 دقيقه ده انت في لياقه بدنيه عاليه قوي خصوصا لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في بداياتك طبعا. يعني طبعا. فالموضوع حسب طريقه المدرب هو عايز ايه. ممكن المدرب يجي يقول لك لا انت زي ما احنا زي طريقتنا العاديه ومفيش ضغط ولما تستحوذ تبدا تضغط الكلام ده طبعا هتحس ان فرقتك بتضغط طول ال 90 دقيقه او بتلعب طول ال 90 دقيقه اسف بنفس الفورمه البدنيه بتاعتها. فطريقه المدرب بتفرق كتير جدا. ان شاء الله مباراه السبت متفائل بيها ان شاء الله. لا تشكيله ثابته تشكيله انت عايز التشكيله اللي هي طبعا اللي بدات يعني الزمان طبعا لازم يلعب بكل قوته طبعا المصابين طبعا باستثناء طبعا المصابين دي خلاص حاجه لكن لازم يلعب بكل قوته ومطمئنين جدا جدا لان انا زي ما قلت لك ان انت بتتكلم في فتره 3 اسابيع ولا 4 اسابيع ان اداء فرقتك يبقى بالشكل دوت ويتحول الحقيقه من اداء في الموسمين اللي فاتوا الحقيقه مش هقول لك الموسم اللي فات بس الموسمين اللي فاتوا مش هو ده اداء النادي الاهلي حتى واحنا بنكسب كمان ما كانش اداء ده النادي الاهلي لا انت بتتكلم في الثلاث مباريات اللي اتلعبوا الحقيقه انت في نتائج ايجابيه وفي اداء وفي شكل متغير في نواحي دفاعيه شكل متغير بشكل كبير جدا في نواحي هجوميه كل الحاجات دي طبعا تدينا كلنا طبعا محبين للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طمأنة كبيره جدا 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 على المستوى اللي احنا واصلين له. بالعكس بقى ده احنا كمان كل مباراه هنلعبها اعتقد المستوى أكيد. هيعلى ان شاء الله اكيد ان شاء الله. كان متولي وكان ياسر ما شاء الله كانت حاجه يعني طبعا قاعد ما شاء الله ما شاء الله طبعا. اصابتهم خساره كبيره جدا الحقيقه ومع حتى مع رجوع رامي كمان انت هيبقى عندك ومعهم اشرف يعني الموضوع طبعا. لا هو انا هقول لك حاجه احنا برضو حظنا كويس ان احنا عندنا ياسر ومتولي عملوا جيم كبير جدا 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 لكن في نفس الوقت انت عندك برضك الايمن وايمن اشرف وربيع الحقيقه مش بعاد لا حتى في مباراه الحقيقه مباراه السموحه واضح ان هم قريبين جدا وداخلين معاك اكيد كانت تفرق أكيد. كان يفرق معاك بشكل كبير جدا لو الاثنين دول بعاد شويه عن مستوى لكن لا داخلين وما شاء الله طبعا واثنين لعيبه كويسين ولاعبين مباراه السنين اللي فاتت بشكل كويس قوي يعني ايمن اشرف بالذات طبعا يمكن بيلعب بصفه اساسيه في الفتره اللي فاتت وبيلعب في مركز المساك ده فما عندكش ما عندناش قلق يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تكون البطوله الافريقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده باللعيبه بالشغل اللي بيعمله الجهاز الفني بالشغل اللي بيتعمل عموما في النادي الاهلي ان شاء الله تكون في النادي الاهلي هذه البطوله وهذه النسخه من البطوله الافريقيه باذن الله. تعيين مدير فني لمنتخب مصر كابتن حسام بدري كان بالنسبه لك مفاجاه ولا كنت متوقع الاسم؟ لا انا كنت متوقع ويمكن انا كنت معاك هنا قبل كده وقلت ان في الاسماء اللي موجوده حسام ممكن يبقى موجود بشكل قوي جدا لان عنده خبراته الحقيقه ولعب بطولات افريقيا مع النادي الاهلي وحصل على بطولات افريقيا مع النادي الاهلي وكان الاختيار الثاني للاتحاد المصري بالظبط يعني هم كان بالنسبه لهم كان هو الاختيار الثاني لكن احنا لما نيجي نتكلم الحقيقه على الاربعه اللي كانوا مرشحين الاربعه مدربين كبار ومدربين الحقيقه اثبتوا وجودهم في الكره المصريه الحقيقه في خلال المواسم اللي فاتت اذا كان طبعا انا بعتبر زي ما بتكلم مثلا على ميسي ان انا في مكانه والباقي في مكانه ثانيه انا بعتبر الكابتن حسن شحاته برضك في مكانه لوحده لان كابتن حسن شحاته لما بيحقق لك 3 بطولات ورا بعض 2006 و2008 و2010 والحقيقه حتى لما رحت القارات الحقيقه لما بتكسب ايطاليا ولما بتكسب بتعمل نتيجه طبعا ولا اروع مع البرازيل بالزبط. اعتقد الكابتن حسن شحاته كان لوحده لكن الثلاثه مدربين كبار ومدربين اثبتوا وجودهم اذا كان ايهاب جلال او حسام حسن لكن انا بقول ان كمان حسام البدري عنده الخبرات في التعامل مع المباريات الافريقيه الكبيره يعني الجهاز اللي مع كابتن حسام الجهاز اللي معاه طبعا انا في رايي طبعا مش هتقدر تتكلم على سيد طبعا لا ده ما هو ده سيد لا في اي وقت نتكلم عليه لا يعني الحقيقه يعني هي توليفه انا هقول لك يعني احمد ايوب وسيد اشتغلوا مع حسام فترات كتيره الحقيقه موسمين ورا بعض عملوا شغل كويس قوي طارق مصطفى
انا بعتبره من المدربين الكويسين جدا جدا جدا، حتى ليه تجارب الحقيقه مع في المغرب وكلها كانت تجارب ناجحه وكلها كانت اشاده الحقيقه بيه في الحقيقه الفترات اللي هو اشتغل فيها في المغرب. في طبعا ايمن طاهر انا بعتبره من مدربين الحراس الكبار في مصر الحقيقه، ويمكن المركز المكان ده بالذات يعني احنا عندنا تميز فيه الحقيقه، اذا كان احمد ناجي اذا كان طارق الحقيقه اذا كان ايمن الحقيقه، لا يعني الجهاز انا بعتبر طبعا في بركات، ويمكن انا عاوز اتكلم على بركات في حاجه، في فرق يعني كبير جدا جدا يا ابو حميد في ان انا النهارده مدير الكره بتاعي او مدير المنتخب بتاعي نجم كبير ويفرض شخصيته بمنتهى السهوله على اي حد وينال احترام اللعيبه اللي موجوده كلها مهما كان حتى المحترفين ولا اي حد، لان اسم بركات كنجم كبير جدا 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 كان لعيب مثلا من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. تمام. فطبعا ده برضك اختيار مهم جدا 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 ويوجد لك انضباط ويوجد لك الحقيقه يعني اللي احنا يمكن كانت في عندنا مشكله في حته الالتزام والانضباط في المعسكرين اذا كان معسكر كاس عالم او معسكر بطوله الامم الافريقيه. تمام. تفتكر يا كابتن رمضان، هو سؤال طبعا يعني فات اوانه بس انا عايز اسمع رايك فيه، الكابتن حسام البدري كان عنده اريحيه في اختيار الجهاز الفني المعاون ولا اتفرض عليه اسماء؟ يعني بص هو طبعا لما مسكوه الحقيقه منتخب مصر او ولوه منتخب مصر قالوا له كده، قالوا له انت يعني حسام البدري مدير فني ويختار الجهاز المعاون بتاعه. تمام. فهو طبعا يمكن مثلا بتتكلم مثلا على احمد ايوب، بتتكلم على سيد، طبعا يعني دول موجودين معاه. لما حد بيرشح لك مدير، المفروض لما حد بيرشح لك مثلا في الجهاز المعاون بتاعك مدرب وانت عارف ومقيمه ان هو مدرب كويس، مفيش اي مشكله خالص، خلي بالك يا عبد الحميد، ولا في مشكله خالص، وخصوصا كمان ان حسام البدري يقدر يحتوي من شخصيته تقدر تحتوي الناس كلها. فانا في رايي ان الاختيارات الحقيقه انا معاها حسام معاه احمد ايوب. احمد ايوب اه تمام. احمد ايوب وسعد معوض وطارق مصطفى وايمن طاهر. تمام. يعني هو كان ليه اريحيه؟ اه طبعا طبعا. طب ليه ما كانش في اريحيه لإيهاب جلال؟ هو لا ما انا ما اعرفش الاختلاف اللي حصل. الاختلاف ان الكابتن جلال كان عايز ياخد مصطفى كمال وكان عايز ياخد حماد ابراهيم، هو كانوا معترضين على الاسمين. منتهى الصراحة. بص أنا هقول لك حاجة. اتفضل. طالما أنت وثقت كاتحاد في اسم مدرب الاتحاد المصري لكرة القدم أو كنادي في اسم مدير فني واسم مدرب بالظبط، يبقى أنا لازم هو اللي يبقى مسؤول عن كل حاجة. بالظبط. أنا بعمل تكوين جهاز بتاعي لأن أنا عارف أنا الجهاز دوت هيشتغل معايا إيه. تمام. والاثنين الحقيقة شغالين مع إيهاب جلال بقالهم فترة. طبعا. بقالهم فترة طبعا. كبيرة. أسباب نجاح. أه طبعا. أسباب طبعا. نجاح، هو شايف إن دي أسباب نجاحه. بالظبط. فهياخدها معاه في أي مكان إن شاء الله يمسك حتى منتخب العالم. لكن ده خلاص يعني خلاص إحنا دلوقتي كلنا بنساند طبعا حسام البدري وجهازه المعاون. لا يعني لا أنا أنا والله ما قصدي حاجة، أنا بس عايز أعرف يعني إيه اللي حضرتك شفته في القصة دي؟ هل كان في اختلاف بعد كده بعد ما أعلن إيهاب جلال؟ هل كان في اختلاف على اسم إيهاب جلال نفسه وعشان كده كان في تلكيك هو مثلا؟ هو للاسف الشديد انا هقول لك حاجه يا ابو حميد. اتفضل. للاسف اول ما اعلن ان إيهاب مرشح بقوه يعني للاسف في بعض ما تقابلش بمسانده قويه وكمان مش من الجمهور حتى وانا بقول للاسف بكرر للاسف ان حتى من مدربين ليه اسمائهم ومدربين كبار ورغم ان انا في رايي ان إيهاب جلال مدرب اثبت وجوده ان لما بتحصد تحصل على المركز الثاني في مسابقه دوري العام المصري مع فريق مش بالامكانيات اهلي وزمالك ده بيعتبر انجاز. تمام. لما كل التجارب بتاعته اللي كان شغالها مع المقصه كان شغال بشكل كويس قوي راح انبي عمل كل حاجه عمل كل هو حاجه بيعمل كويس يعني هو بيحط بصمه ليه. طبعا. واحنا بنتكلم دلوقتي على فايرال الحقيقه يا ابو حميد وبنتكلم على بالزبط. النظام والسيستم اللي شغال بيه هو عنده كده برضه بالظبط. فلكن انا بقول لك ان الجهاز بقياده حسام البدر الحقيقه كل الدعم ليه ومن الجمهور ومن المتابعين لكره القدم في مصر وكل الناس يعني بصرف النظر طبعا كل الدعم ليه مع حتى لو في اي اختلافات يعني لا طبعا كل الدعم ليه وده واجبنا بالزبط. لكن انا بتكلم في السيستم يا كابتن رمضان احنا كاتحاد كوره يعني محمد صلاح كان في حوار مع شبكه CNN الامريكيه
يوم 19 قال على رئيس اتحاد الكرة القادم أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه وأن يبدأ خطوات الإصلاح وبطريقة مختلفة. فأنا بتكلم في السيستم، أنت حضرتك ما فيش عليك أي ضغوطات، طالما أنا قعدت فترة طويلة جدا عشان أطلع اسم المدرب عشان ده اللي أنا كنت شاكك فيه، بس أنا حب يعني قلت ممكن برضو ما أتأكد هل هو كان فيه اختلاف على اسم أب جلال بعد ما رشح، عشان كده بدأنا لا مش عايزين ده، وإحنا عارفين إن ده هو أسباب نجاحه، فهو يقول لا فخلاص شكرا بقى يعني الحمد لله. فليه يعني احنا عندنا وقت طويل ان احنا نختار مدرب، واخترنا ايهاب جلال، يبقى انا خلاص مقتنع جدا بايهاب جلال، مهما بقى حد يقعد بقى ياكل وداني او يعمل اي حاجه في دماغي انا خلاص بقى مكرر. هو يعني برضك خلي بالك فما تاثرش بالاراء يا كابتن. لا هي من ضمن الاسباب كمان يمكن ايهاب برضك قالها، ونادي المصري كان متمسك بايهاب بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن كان في شرط جزائي كبير جدا جدا، اعتقد ده كمان فرق، لان نادي المصري لغايه مثلا انت بتتكلم مثلا قبليها بيومين من بدايه المسابقه، مسابقه الدوري العام، انت بتاخد منه المدير الفني بتاعه، ودي مشكله كبيره جدا. يعني اعتقد ان كان النادي المصري كان هيتعرض لكبوه كبيره جدا جدا. طب ما هتجيب مدير فني ده انت عايزك اسبوع يكون مسابقه الدوري بدات، السيستم بقى والنظام هيتغير والشغل هيتغير، فدي كمان من ضمن الاسباب، يعني مش الاسباب بس لوحدها. تفتكر بجد؟ هو اعلن كده كمان في ضمن كلامه يعني. ماشي بس طبعا اي نادي بيرحب المدير الفني بتاعه يعني هي المولين. بس التوقيت نادي المقاولين لما كان كابتن حسن شحاته طبعا كان في عز المقاولين يعني، بس هي توقيت. وزي ما يكون هقول لك حاجه، النادي المصري يمكن بعد حسام حسن كان اتعرض لمشاكل فنيه بالزبط. كبيره الحقيقه بالزبط. يمكن وجد ضالته الحقيقه في ايهاب جلال، وانا بعتبره مدربين كويسين موجودين في الكره المصريه. يا رب يا رب ان شاء الله يكون فيه الخير لمصر والصالح العام. وايه المعوقات اللي ممكن تكون قدام الكابتن حسام بدري؟ يعني انا ما اعتقدش ان في اي معوقات في شغلك في مدير فني لمنتخب مصر، كل حاجه متوفره لك، كل حاجه متوفره لك. انت لو بتتكلم مثلا على نادي مثلا امكانيات ولا لا، ده امكانيات مصر كلها بتتوفر للمدير الفني والجهاز الفني اللي ماشي الحقيقه. يمكن احنا الحاجات دي كلها كانت موجوده مع اجيري، ولكن احنا الحقيقه الراجل يعني عمل حاجه غريبه جدا جدا جدا. وانا اعتقد انا كنت موجود برضك في قناه النادي الاهلي وقلت ان انا كمدير فني ما احبش حد يتدخل في شغلي، ان شاء الله يكون هو مين، لكن انا بقول لاتحاد الكره ده تدخلوا في شغل في اختيارات اجيري الحقيقه، لان اختيارات كانت فاشله. وده اللي حصل. يعني تخيل ان انت مثلا بتلعب 3 مباريات ما عندكش دكه بره، ما كنتش بتعرف تعمل تغييره من الاختيارات السيئه اللي هم اختاروها. الله باين عليه من اوله هو هيكتب كور مش هو. لا الجهاز دوت طبعا اعتقد اختياراته وكل الدعم ليه طبعا وكل الامكانيات متوفره ليه، فما اعتقدش ان هيبقى في اي معوق ان هم يعملوا لنا حاجه كبيره جدا او يرجعوا لنا كمان اسم منتخب مصر اللي هو كان اسم طبعا قوي جدا في الكره الافريقيه طبعا. اكيد. استبعاده لاحمد المحمدي طبيعي ولا شايف ان كان ممكن يستنى؟ يعني بص انا هقول لك حاجه، هو احمد المحمدي يمكن الفتره اللي فاتت دي طبعا عامل تجربه احترافيه في انجلترا، طبعا لعيب مميز جدا ولعيب الحقيقه اثبت وجوده في كل الانديه اللي لعب فيها، لكن يمكن حسام عاوز يعمل تكوين برضه جديد، وفي نفس الوقت مراكز برضك هو عاوز يدعمها، وممكن تكون لفتره، ممكن مثلا تكون للفتره ديت يعني، لكن انا في رايي ان هو انا شايف ان هو عاوز يعمل تكوين جديد يعني. تمام. هو اختار محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حسن كوكا ومحمد نني واحمد حجازي، واستبعد عمرو ورده والمحمدي وعلي غزال. يعني انا بصراحه مع الاختيار ده. مع الاختيار يعني طبعا طبعا يعني، بس انا يمكن احمد كوكا الحقيقه انا بشوفه بره مختلف في عبد الحميد، مختلف بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا عايزين نشوفه هنا. انا بقول لك كده. شوف انا لسه عاوز اقول لك كده، انت لما بتيجي يا احمد هنا ايه اللي بيحصل يا ابني؟ خلي عندك ثقه في نفسك وثقه في امكانياتك، وما تحطش اي كلام، لا اشتغل. لان ده لسه عمر البنوب بيقول لي المدرب استبعده المباراه اللي جايه. عمر ولا اللي فاتت استبعده المباراه اللي فاتت لسوء مستواه؟ انا بقول لك انا
انا بقول لا انا مش بس بتكلم على الفتره يعني دي يعني مره فوق فترات مرة. يعني هو فترات شغال بره محير يعني بيجي للاسف شديد منتخب مصر لا مش هو ده خالص صح. لكن التخطيطات الباقيه كلها طبعا يعني صح. في محلها كان من هدافين الدوري اليوناني 15 جول السنه اللي فاتت طبعا وبيجي هنا مش بنشوفه لا مع ان المفروض ان انت جاي يعني ده انت بالعكس متع. جاي في ثقه عندك وانت لعيب محترف وواخد مباراه اقوى فهو لازم لما يجي لازم فعلا حد يكلمه يقول له كده يقول له يا ابني انت لعيب كويس وبتأدي بشكل كويس محمد النني يا كابتن محمد النني عنده مشكله ان هو بقاله داخل في 3 مواسم ما بيشاركش في مباريات ودي مشكله كبيره جدا طبعا يعني دي طبعًا. تنزل مستوى اي حد مهما هتقول لي بقى انت حضرتك بتختار بقى اللعيب اللي هو جاهز ولا بتختار الاسم الاحترافي لا انا المفروض ان انا بختار اللعيب الجاهز تمام لان انا مثلا ايه مش نادي انا النادي بالزبط. ببقى مرتبط مثلا ب 25 اسم او مرتبط ب 30 اسم تمام. لكن الحقيقه المساحه بتاعت اختيارك لمنتخب مصر مساحه كبيره جدا صح. جدا صح. جدا فانا في توقيت مثلا في مباراه او اي حاجه انا بجيب اجهز ناس هدخلهم جوه ال 11 او اجهز ناس انا مثلا هدخلهم مثلا في القائمه بتاعتي اللي انا هستفيد بيهم فده مهم كمان جدا شايف ان احنا عندنا هيكل منتخب مصر قوي يا كابتن رمضان والله احنا يعني المفروض يبقى عندنا هيكل قوي وعندنا لعيبه كويسه يعني عندنا لعيبه كويسه بس انا بقول لك ان الفتره اللي فاتت كان الناس قافلين على لعيبه يعني غريبه بصراحه يعني صعب جدا 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 لكن انت لا عندك تعمل منتخب مصر ويبقى كمان شكل ونتائج وكل حاجه بشكل كويس قوي يعني اعتقد ان اعتقد ان يعني الجهاز ملم بكل حاجه ملم بامكانيات اللعيبه المحترفه ملم بامكانيات اللعيبه المحليه اللي موجودين فاعتقد ان هم قادرين ان هم يعملوا منتخب قوي يعني كنت مؤيد ان محمد نني يروح لتركيا طبعا التركي. طبعا ده انا بتكلم كده من مع انه اتطرد من الموسم اللي فات ايه اللي حصل بعد كده يعني لا انا الطرد ايه اللي حصل طبعا يعني انا بتكلم من الموسم اللي فات ان انت يعني انا مش فرحتي يا فرحتي ان انا بلعب في ارسنال او مقيد في ارسنال لكن ما بلعبش فبالتالي المستوى هينزل انا اروح العب بقى في اي حته مستواي هيعلى محمد صلاح شايفه ازاي كابتن رمضان وساديو ماني ومحمد صلاح تحس ان هما ناير ونقير السنه دي ما فيش تعاون والكلام ده برضو بيرجع لمصلحه الفريق تاني شايف الدنيا ازاي شايف محمد صلاح هل هو اسلوبه اتغير تفكيره اتغير بقى عايز يجيب جوال اكتر من ان هو يلعب مع الفريق شايف الدنيا ازاي بص هقول لك حاجه يا حبيبي يعني هي دي الوحيد اللي يقدر يحتوي المشكله الكبيره مشكلة كبيرة جدا جدا ده مشكلة مش سهلة كلوب يعني انا لازم يبقى ليا دور في اوضة الملابس يعني دور قوي جدا جدا وممكن يوصل للعنف كمان النهارده انت لما بتيجي في مباراة مثلا صلاح يحطها لمانيه مثلا يجيبها جول والتمريرة واضحة ويعني لكل الناس وما تتلعبش مشكلة لما تيجي في مباراة نابولي في دوري الابطال وماني عنده يعني مساحه ان يحطها لصلاح في المساحه من بدري قبل ما تتقفل وبعدين لما يجي حتى يحط لك التمرير يحط لك طويله بالظبط لا ده ضرر للفريق الحقيقه بالزبط. فالوحيد اللي يقدر يحل المشكله دي بس لازم يكون فيها قوه وفيها تهديد وفيها عنف حتى مع اللعيبه بتاعتي دي لا طبعا عشان يرجعوا تاني وعشان يفوقوا تاني طبعا يرجعوا تاني يتعاونوا مع بعض لان ده في مصلحه الفرقه وفي مصلحتهم هم طبعا مصلحتهم هم لان هم حتى الاثنين في اوقات بيبقى شكلهم وحش بالظبط انا بشكرك شكرا جزيلا ربنا يخليك يا حميد ودايما بستمتع بيك وبستمتع بارائك وتحليلاتك الفنيه شكرا وكل التوفيق ليك ان شاء الله ترجعوا الدوري الممتاز باذن الله السنه دي ان شاء الله باذن الله نورت وشرفت شكرا شكرا حبيبي دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن رمضان السيد نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي لفريق النجوم كل التوفيق ليهم ان شاء الله يطلعوا دوري ممتاز مره ثانيه فريق النجوم عنده امكانيات كبيره جدا كلاعيبه ان شاء الله نشوفهم في الدوري الممتاز العام المقبل باذن الله كل التوفيق ليكم ان شاء الله مباراه ممتعه للنادي الاهلي وان شاء الله يقنعنا اكتر واكتر فايرال بفنيات وان شاء الله انا براهنكم ان احنا نشوف شكل ثاني للنادي الاهلي في المباريات المقبله نشوفكم بكره على الف خير ودايما بتشرف بيكم وبعد الفاصل هيكون معاكم النجم اسلام الشاطر شكرا جدا لحضراتكم